بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بكم جميعا، ونرحب بفضيلة الدكتور عبد العزيز قنصل. نشكر لك سعادة الدكتور كريم إجابة الدعوة والاقتطاع من وقتكم الثمين لإفادة الزملاء والزميلات في الجامعة. نسأل الله أن يجعل في ميزان حسناتكم. بداية، نشكر عمادة التعلم الإلكتروني على تقديم هذه الخدمة المميزة. نشكر الزملاء فيها، وعلى رأسهم الأستاذ محمد جار الله والأستاذ الحسين، على مبادرتهم وكريم تعاملهم وجميل استجابتهم في إعداد القاعة الخاصة بهذه الدورة، وأيضا متابعتها معنا إلى آخر لحظة، فجزاهم الله عنا كل خير. تفضل سعادتكم بالبدء. مشكوراً. أود التنويه قبل البدء أن الدكتور لن يعرض عرض، وإنما سيكتفي بالكتابة أو بالإلقاء، ومن أراد أن يدون المعلومات فليدونها. بإذن الله ستنزل المحاضرة كاملة على موقع عمادة التعلم الإلكتروني، المقررات المفتوحة، بعد يومين بالكثير، مسجلة إن شاء الله. شكراً دكتور، وعلى بركة الله نبدأ. شكر الله لك دكتورة زهبة، وشكر الله للعمادة وجامعة الملك خالد مثلا في عمادة التعليم الإلكتروني، وشكر الله كذلك لجميع الحضور على كريم استجابتهم. بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. تعرف أولا يسيرا بنفسي، عبد العزيز بن عمر عبد الله القنصل الغامدي، أستاذ في جامعة الملك خالد قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة. يعني اليوم أو محاضرتنا لهذه الساعات اليسيرة أو مهارات البحث تكون محكمة يرسل إليها الطالب أو الأستاذ، الطالب إذا أراد أن يحصل على شهادة على درجة الماجستير والدكتوراه، أو الأستاذ إذا أراد الترقية إلى أستاذ أو أستاذ مشارك بعض المجلات، وهذه سأستعرض لكم إن شاء الله في نهاية المحاضرة هذه أو المحاضرة يوم غد بإذن الله تعالى. قبل أن نتحدث عن البحث ومهارات البحث، فإن نتحدث عن أولا كمقدمة يسيرة عن العلم وأهميته، ولن تأخذ منا وقتا طويلا. من يتابع أو يطلع على المدارس الفكرية يرى أنها قد عرفت الإنسان بأنه حيوان ناطق، ورجال الفكر الحديث عرفوا الإنسان بأنه إنسان مفكر، إلا أن القرآن الكريم حدد قيمة الإنسان بالعلم وليس بالنطق ولا بالتفكير، فقال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والعلم في الإسلام لا يخفى على كريم فضلكم مكانته وقدره، فهو ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو الذي بسببه يرفع الله أقواما ويخفض آخرين. والنصوص في باب سبحانه وتعالى: قد رفع من قيمة الكلب أكرمكم الله إذا كان معلما على غيره، فقال جل وعلا: ويسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما أكرمكم الله، إلى آخر الآية. فكيف بالإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى على كثير ممن خلق؟ والذي يتبع النصوص الشرعية يجد أن أول ما نزل هو العلم وطلب العلم والأمر بطلب العلم، فقال الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى آخر الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم هناك أحاديث كثيرة تأمر بالعلم وطلبه، إلا أنه شدني حديث واحد من الأحاديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم
صعد يوما على المنبر فقال: ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم ولا يفقهونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم، وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتعظون، والذي نفسي بيده لا يفعلون ذلك أو لا أعالجنهم العقوبة. وهذا الحديث يعني ليس في الصحاح، ولكنه في بعض المسانيد والسنن والمجمع الزوائد وغيرها، هذا حينما اعتذر لكم. العلم لا يكون يا إخوتي الأفاضل وأخواتي الفاضلات إلا عن طريق البحث العلمي الذي نحن بصدده الآن، لأن العلم لا يكون إلا عن طريق البحث والتقصي والاستدلال وغير ذلك. يكون بذلك الإنسان يستطيع أن يحصل على العلم بهذه الطريقة. حديثنا معكم في هذه المحاضرات أو المحاضرة هو عن البحوث الجامعية. البحث، ما هو البحث؟ البحث هو طلب الناس، طلب الحقيقة وتقصيها وإذاعتها بين الناس، وهو الطريقة التي يسير عليها دارس أو باحث ليصل في النهاية إلى الحقيقة، إلى حقيقة أي موضوع من الموضوعات يدرسه، أو إلى حقيقة أي علم من العلوم، سواء كان ذلك العلم، علم التفسير أو الحديث أو العقيدة أو اللغة أو التفسير أو التاريخ أو غيرها من العلوم الأدبية أو تجريبية تسمى علمية. أنواع البحث، البحث ينقسم إلى نوعين: بحث علمي وبحث أدبي. والبحث العلمي هو المقصود البحث التجريبي، لأن البحث العلمي، البحث الأدبي أيضا هو بحث علمي. البحوث الشرعية التي تبحث في مسائل العقيدة وغيرها هي بحوث علمية بلا شك، بل هي أولى بتسمية العلم من غيرها، إلا أنه تم الاصطلاح على أن هذه بحوث أدبية، والبحوث التي تخضع للتجربة هي بحوث علمية. ولكن في الحقيقة هي فقط تسمية للتفرقة فقط، وإلا فكلها بحوث علمية، ما يتعلق بالتجربة في المختبرات وما يتعلق بالتقصي والتحليل وغير ذلك من العلوم الشرعية. البحث الأدبي أو مصطلح عليه على أنه البحث الأدبي، البحث الأدبي الباحث يكتب بحثه في الحقيقة. يعني لماذا يكتب الباحث بحثه؟ يعني حينما نسأل هذا الطالب حينما يكتب بحثا في نيل درجة الماجستير أو الدكتوراه أو ترقية لأستاذ أو أستاذ مساعد أو مشارك، لماذا يكتب هذا البحث؟ يكتب البحث لسبعة أمور. لا يمنع أن يكون هناك أمور أخرى، أمور أخرى غير ما سنذكره الآن، لكنها في الغالب أنها لا تخرج عن هذه السبعة. أولا، يكتب الباحث بحثه في أمر أو شيء من الأمور لم يسبق إليه أحد فيخترعه. هذا هو الأصل في البحث، أن البحث، أن الباحث يكتب بحثه ليصل إلى معلومة لم يصل إليها أحد قبله. أو أن ثانيا، أن يبحث في أمر مغلق فيشرحه، مثل بعض الشروح التي للمختصرات فيقوم بشرحها والتعليق عليها ونحو ذلك، فيكتب في هذا الموضوع. أو أنه يبحث في شيء ناقص فيكمله، يكون هناك مسألة من المسائل ناقصة فيأتي الباحث فيكمل هذا البحث. أو رابعا، يبحث في شيء طويل فيختصره، لكنه يختصر اختصارا لا يخل بشيء من معانيه. يعني لا يمكن أن يأتي إنسان فيبحث في بحث فيختصر مطولا ويخل بمعانيه ومكانته. أو خامسا، يبحث في شيء متفرق فيجمعه، يعني أمور متفرقة هنا وهناك فيجمعها في بحث واحد ومكان واحد وموقع واحد. أو سادسا، يبحث في شيء مختلط ومبعثر فيقوم بجمعه وترتيبه، يكون في مرجع واحد أو كذا لكنه مبعثر هنا وهناك فيقوم بجمعه وترتيبه مصنفه فيقوم بإصلاحه.
حينما يكون لك مثلا بحث يقوم يكون صنفه فلان من الناس لكنه قد أخطأ فيه خطأ يستحق الاستدراك، فيكتب فيه هذا الباحث ويستدركه ويصلحه. هذه المسائل التي ينبغي على الباحث قبل أن يدخل في أي بحث أن يستحضرها. هل البحث الذي سيكتب فيه هو جديد أم اختصار أم شرح أم استدراك أم ترتيب أم نحو ذلك؟ ولا يأتي الطالب أو الأستاذ يكتب في بحث كما اتفق أو يستشير فلان يقول ما رأيك فيقول إيش رأيك اكتب في الحاجة الفلانية دون أن يكون عنده إجابة لتساؤلات قد تطرأ عليه. يعني سبب اختيارك لهذا البحث، ما هو سبب اختيارك لهذا البحث؟ وهذا سؤال مشروع يتطرق أو يطرح على الطالب وعلى الأستاذ وعلى الخطة البحث، سبب اختيارك لهذا البحث. فإن لم يكن السبب مقنع، يعني أحد هذه الأمور السبعة أو أمرا آخر غير هذه الأمور السبعة يكون مقنعا، وإلا فإنه في الغالب أن جهده ذلك سيكون يذهب هباء ويذهب سدى وقد لا يقبل تقبل خطة البحث منه. أنواع البحوث هي عدة أنواع. النوع الأول البحوث الصفية، وهي البحوث التي يقوم أو يتقدم بها الطالب في سنواته الدراسية الجامعية، وكما تعرفون يتم اختيار مرشد للطالب، طبعا تختلف من جامعة الأخرى، يتم اختيار مرشد للطالب يقوم بالمتابعة مع هذا الطالب واختيار له الموضوع وتوجيهه إلى بعض المراجع يقرأ فيها، ثم يصيغ الخطة هذا الطالب ويعرضها على مرشد ويقوم مرشد بتعديلها وحذف شيء منها وإضافة شيء وتقديم وتأخير وإعطاها الطالب مرة أخرى فيعيد صياغتها من جديد، ثم المرشد هذا يأخذ هذا البحث أو الخطة ويقدمها في مجلس القسم، ثم بعد ذلك تعرض على لجنة، اللجنة المشكلة من القسم تقوم بدراسة هذه الخطة وإقرارها أو تعديلها أو رفضها. الغرض منها تنمية مواهب الطلاب على كتابة الأبحاث العلمية فيما بعد، وأن تكون هذه الأبحاث مميزة، ومحاولة تنظيم أفكارهم وعرضها بشكل صحيح وعلمي. هذا هو الغرض من البحوث في المرحلة الجامعية. أنتم كما تعرفون أنتم أساتذة في الجامعة أن هناك طلاب وطالبات يكلفون بإعداد بحوث قد تكون مصغرة، يعني من 50 صفحة فما دون. الغرض منها هو لا يعني ينبغي لنا ألا نساعد الطالب مساعدة مبالغ فيها فنؤذيه ونضر الطالب، يعني يجب علينا أن نرشده كيف يعمل، نعلمه كيفية الكتابة وكيفية تجميع المصادر وكيفية إعداد الخطة ونعلمه كيف يفعل هذا، ثم بعد ذلك نعدل من ورائه حتى يستطيع أنه يكتب فيما بعد الأبحاث العلمية الأرقى من هذه. النوع الثاني من أنواع البحوث هو بحث الماجستير، وهو هذه بحوث الغرض منها الحصول على درجة الماجستير في التخصص، في التخصص الذي يدرس فيه الطالب. وهذا البحث يكون إما دراسة مبتكرة في موضوع من الموضوعات، أو يكون تحقيق مخطوطة من المخطوطات لم يسبق أن حققت، أو حققت هذه المخطوطة لكنها حققت كما يقال بشكل تجاري غير علمي غير دقيق. ولكن طبعا تحقيق المخطوطات له شروط، حتى تكون صالحة هذه المخطوطة لابد من تحقق 3 شروط. الشرط الأول أن تكون هذه المخطوطة غير محققة، يعني حينما يتقدم أو يحصل الطالب أو الباحث سواء كان طالبا ماجستير أو دكتوراه أو ترقية، حينما يحصل على المخطوطة يريد أن يتقدم بها كبحث للترقية أو بحث لنيل درجة من الدرجات العلمية، يجب عليه أن يعلم أن هذه المخطوطة يجب أن تكون غير محققة.
وهذه لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون المخطوطة يعني بكرا لم تحقق مطلقا، يعني يحصل على مخطوطة مثلا قلنا مخطوطة في علم العقيدة وعلم الكلام أو في علم أو في الأديان أو في التفسير أو في كذا وكذا وكذا، وهذه المخطوطة للأستاذ أو للشيخ فلان ابن فلان، وهذه المخطوطة لم تحقق أبدا، حصل عليها بطريق البحث والتقصي أو بطريقة المصادفة، فهذه يتقدم بها وتكون أهلا للتحقيق. الشرط الثاني أن تكون منشورة، يعني تكون محققة، يعني إذا لم تكن محققة هذا أولا، ثانيا هب أنها محققة، فإذا كانت محققة ومنشورة وصاحبها يزعم أنه قام بتحقيقها لكن الطالب الذي تقدم بتحقيق هذه المخطوطة يظهر كثيرا من الأخطاء والعيوب في هذه المخطوطة ويكتبها في مبررات التحقيق ويقول هذه المخطوطة أنها قد حققت من فلان الفلاني أو نشرت من قبل دار الفلانية، ويزعم صاحبها أنه قد قام بتحقيقها تحقيقا علميا إلا أنها فيها كثير من المغالطات التي يجب أن تستدرك والتي منها ما يلي، ثم يذكر أبرز تلك الأخطاء والمغالطات التي وردت في المخطوطة وقامها فلان هذا بشرحها أو كتابتها أو نحو ذلك، لأنه قد تكون هناك تجني من الناشر والمحقق فيقول ما لم يقوله المحقق أو يفسر قولا له على غير مراده أو يستهزئ الكلام أو يكون هناك سقط في المخطوطة لم تكن موجودة وقام بعملية التلفيق على أنها مخطوطة كاملة ونحو ذلك، فيذكر هذا الباحث في المخطوطة أنه استدرك على هذا الكتاب الذي في الأسواق أنها مخطوطة الفلانية وقد استدرك عليه ما يلي 1، 2، 3، و4، ويذكر الأشياء المهمة التي تقنع اللجنة أن هذه المخطوطة تحتاج إلى إعادة تحقيق من جديد وأن هذا الشخص أو هذا الباحث مؤهل لأن يقوم بتحقيقها. ثالثا أن يكون المخطوط قد نشر إلا أن ناشرها لم يزعم أنها محققة، يعني مثلا مخطوطة من المخطوطات بدلا ما تكون مكتوبة باليد تكتب تطبع وتنزل في الأسواق دون أن يكون فيها أدنى كتابة للتحقيق، وصاحبها لم يدعي أنه حقق هذه المخطوطة، كل الذي فعله أنه أخرجها من كونها مكتوبة باليد إلى أنها مكتوبة بالكمبيوتر. في هذه الحالات تكون مخطوطة غير محققة، إذا كانت مخطوطة غير محققة أو محققة بهذه الطريقة له الحق أن يتقدم بالمخطوطة. فإذا الشرط الأول أن تكون غير محققة أو تكون محققة ولكن فيها نقص واضح ومخل مع أن صاحبها ادعى أنه حققها، أو تكون نازلة في الأسواق إلا أن صاحبها لم يحققها ولم يدعي أنه حققها وإنما أنزلها هكذا دون تحقيق ودون إشارة إلى بعض المراجع أو بعض الكلمات والنصوص الشرعية ونحو ذلك. هذه المسألة الأولى أن تكون مخطوطة غير محققة. المسألة الثانية أن تكون المخطوطة تستحق التحقيق والنشر، يعني حينما يأتي باحث على مخطوطة فيجدها قبل أن يتقدم بها إلى القسم عليه أن يعلم أو يتأكد أن هذه المخطوطة تستحق التحقيق والنشر في مادتها العلمية، يعني بحيث أن تكون هذه المخطوطة لها مادة علمية تستحق أن تحقق وأن تنشر وأن تطبع وأن تنزل في الأسواق، أو على الأقل تهم القسم أن هذه المخطوطة تخرج منه بحيث تضيف أمر جديد إلى مادة التحقيق. فإذا كانت المخطوطة لها علاقة بهذا بحيث أنها تستحق التحقيق ولها مكانتها العالية وفيه إضافة،
فيتقدم بها. أما إذا كانت المخطوطة لا تستحق النشر في مادتها العلمية، ففي الغالب الإنسان على الباحث أنه لا يتقدم بها، لأن اللجنة ستأخذ وقت في الأخذ والرد وكذا، ثم بعد ذلك تقوم برفضها. وهناك حالات يعني لا تصلح أو لا يصح أو يصلح للمخطوط فيها للتقدم لنال درجة الماجستير أو الدكتوراه. هذه الحالات يجب على الباحث أن يتنبه لها. أولاً، كون المخطوط جزءاً من كتاب مطبوع كله، يعني مثلاً عندنا كتاب مطبوع والمخطوط الذي اطلع عليه هذا الباحث هي جزء من هذا الكتاب، المخطوط جزء من هذا الكتاب، فطبعاً لا يمكن أن أقبل هذا المخطوط. ما الذي ستقدمه؟ مثلاً لو افترضنا عندي كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، مثلاً مجموع الفتاوى 37 مجلد، فيجد يأتي طالب من الطلاب ويجد أن هناك مخطوط حوالي 300 لوح، فيتقدم بها. طبعاً شيخ الإسلام ومكانته وعلم المخطوط نجد أنه مطبوع في ضمن كتاب أو مجموعة. هنا في هذه الحالة لا تصلح أن تكون هذه المخطوطة أن يتقدم بها الطالب لنيل درجة من درجة العلمية. ممكن هو يحققها أو ينزلها على طريقته الخاصة بأسلوبه الخاص، لكنها لا يستحق عليها نيل درجة علمية. ثانيا، أن تكون هذه المخطوطة تلخيص لكتاب مطبوع، يعني أحد العلماء فارس مثلا لخص كتابا قبله، الكتاب الذي قبله مطبوع، وجاء شخص عالم من العلماء في القرن الذي بعده فلخص هذا الكتاب، ثم وجدنا هذه المخطوطة. هذه لا تصلح أن تكون مخطوطة رسالة علمية، لأن الكتاب الأصل موجود، فالكتاب الأصل مطبوع وفيه ما هو في المخطوط وزيادة، فيه ما هو موجود في المخطوط وزيادة عليه، فما الذي سيقدمه الباحث في هذا؟ ولا شيء، الكتاب موجود. لو افترضنا مثلا أن أحد طلبة العلم وجد أن أحد العلماء قد قام ب تلخيص مثلا كتاب شيخ هو 4 مجلدات، فجاء احد في احد مخطوطاته احد كتبه اختصار تفسير القرآن العظيم افتراضا مثلا، ثم وجدنا هذه المخطوطة لو طبعناها ستطلع لنا مجلدين مثلا، وهي مخطوطة تستحق، لأن السيوطي عالم السابع فطبعا جاء بعده، لكن ما الذي ستقدم هذه المخطوطة؟ لا شيء. لماذا؟ لأن الكتاب الأصل موجود، كتاب من كثير موجود الساحة، والمخطوطة اختصار له، الكتاب موجود لدي، فما يحتاج أن يكون يحصل هذا الطالب باسمه الخاص، لكن لا تستحق هذه المخطوطة أن تقدم بطالب في مجلس علمي لإنال ماجستير أو دكتوراه أو للترقية. ثالثا، أن تكون مادة المادة العلمية لا تستحق البحث والنشر لتفاهة المادة العلمية أو لمخالفاتها الشرعية. قد تكون المادة العلمية يعني ليست مثلا مطبوعة ولا منشورة ولا اختصار ولا وهي مخطوطة بكر، لكن حينما ننظر في هذه المادة العلمية إذا نتافها ما الأغاني الأصفهاني أو يطبع أو شيء، كله قصص خرافات وأكاذيب وأشعار وأشياء لا تمثل الدين ولا الخلق ولا الحياة ولا الأدب بشيء، وليس مرجعا يعني من المراجع إلا سمار الليل أو أحد يتكلم بقصة من القصص ونحو ذلك، لكن كقضية علمية ما يصلح هو أو كتاب كذا أو كذا أو كذا لا أريد أن أسمي. فإذا كانت المادة العلمية تافهة
لا تستحق أن تنشأ. ففي هذه الحالة فإن الباحث عليه أن إذا أراد أن يطبع المخطوطة ويحققها على حسابه الشخصي فيفعل ذلك، لكنه كنصيحة لا يتقدم بها إلى المجلس العلمي لأنها لن تقبل. المسألة الرابعة التي تقبل فيها المخطوطات هي كون المادة المخطوطة مليئة بالأخطاء العلمية ولا يمكن صلاحها. يعني يأتينا باحث بمخطوطة اللي يقولون أنها لا تصلح للتحقيق ولا لنيل الدرجة، فتكون المخطوطة هذه جزء من كتاب، هذا لا يصلح أن يكون يتقدم به طالب الباحث لنيل الدرجة. ثانيا أن تكون المخطوطة تلخيص لكتاب، أيضا لا تصلح. أن تكون المادة العلمية تافهة لا تستحق القراءة فضلا عن تكون مادة علمية يستحق عليها، فهذه أيضا لا تصلح. رابعا تكون المخطوطة مليئة بالأخطاء والسقطات والإملائية ولا يمكن إصلاحها. بعض المخطوطات فيها سقط، سقط يكون مثلا أسطر، وأحيانا تكون الصفحات غير مرتبة فما نعرف إيش الصفحة اللي قبله، أو سقوط بعض الصفحات، وأخطاء إملائية ما نستطيع أن نقرأها ونحو ذلك. فمثل هذه لا تستحق أن تدخل مجلس علمي، لأنه لا يمكن أن تظهر وتطلع بطريقة صحيحة، لأن ممكن الإنسان أو الباحث أو كذا يجتهد يقول مراد أو حسب السياق وكذا ماشي، قد تكون في بعد 20-30-50 صفحة كلمة سقطت، لكن كل صفحة فيها مجموعة من السقطات والبياض في الأصل والكلمات المبهمة اللي غير معروفة، يعني ما نستطيع نقرأها لأن فيه الناسخ قد ذاب الحبر بعضه مع بعض ولا نستطيع نقرأها، فهذه أيضا تعتبر مخطوطة تالفة ولا تستحق أن تحقق وينال عليها درجة علمية. هذا ثانيا. ثالثا في المخطوطات التي تقدم بها طالب العلم وممكن تصلح للرسالة، الحجم، وذلك بأن يكون حجم المخطوط مناسب، ويعرف حجم المخطوطة بالنظر، 7 أو 10 ورقات مخطوطة يقول هذه ستقدم بها لدرجة الماجستير أو الدكتوراه أو الترقية أو نحو ذلك. سلامة يا أبو الشباب، إيش هذه؟ هذا مقالة، هذا يصلح مقالة تكتبها في تحققها وتنزلها مقال في جريدة أو في مجلة أو نحو ذلك، أما أن تكون هذه رسالة علمية ما تصلح، فلا بد أن تكون مثلا لا تقل عن 70 صفحة، يعني 70 لوح قد يصل إلى 140 صفحة، وفي الدكتوراه قد يشترطون ما هو فوق 100 لوح أو 150 لوح، يعني ما يقارب 300 صفحة، وأن يكون كل لوح لا يقل عن 18 إلى 16 سطر. فإذا كان الطالب عنده مخطوطة لا تقل عن 80 لوح وكل صفحة فيها ما يقل عن 18 إلى 16 إلى 14 سطر، فهذه بالإمكان إذا تحققت الشروط السابقة اللي ذكرناها أن يتقدم بها للمجلس القسم، وستأخذ إجراءات الروتينية وصدقوني سيتم قبولها، بل وشكر الطالب عليها شريطة أن تكون الشروط السابقة قد تحققت. أما إذا كان جاءني ب 10 صفحات أو 20 صفحة أو نحو ذلك أو 30 صفحة أو حتى لو 200 صفحة لكن كلها سقطات وأخطاء وبياض في الأصل ونحو ذلك، فعليه أن يتوقف، لأنها هذه لا يمكن أن تمر في مجلس علمي. أخيرا من المخطوطات التي ينبغي أن إذا أراد الباحث أن يتقدم بها ينبغي أن يراعيها، وهي أن تكون هذه المخطوطة تسمى مخطوطة حقيقة، يعني المخطوطة لا تكون مخطوطة إلا إذا كانت لعالم متوفى من سنوات عدة، يعني من قرون وليست من سنوات، من قرون،
فيعني يكون في القرن العاشر، التاسع، الثامن، السابع، كذا في هذه القرون، والحادي عشر. لكن ما يأتيني على أحد العلماء في هذا العصر ويكون يحصل على كراسة أو كراستين مكتوبة بخط يده فيقول أنا سأحقق هذه. لو افترضنا مثلا على سبيل المثال، لو أن أحد طلبة العلم وجد أن هناك دفتر من يمكن 200 ورقة للشيخ صالح الفوزان حفظه الله، بس أنه مكتوب باليد، لم يفرغ مثل هذا، وإن كان مليئا بل محشوا حشوا من النهب العلم وفيه من العلوم، يمكن هذه 200 ورقة هذه تطلع 3 مجلدات بعد التحقيق والتخريجات والشروح وكذا، يمكن تطلع 3 مجلدات، لكن هذه ما تصلح أن تكون مخطوطة ولا تسمى مخطوطة. لماذا؟ لأن صاحبها لا زال على قيد الحياة، ولو كانت للشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه لا تسمى مخطوطة، لأنه عاصر عصر الطباعة. فأي عالم يعاصر عصر الطباعة مكتوبة باليد أو نحو ذلك فإنها لا تسمى كتاباته تلك مخطوطة. المخطوط يعني ما تعارف عليه العلماء هو ذلك القلم، ذلك الورق المكتوب سواء على بردية أو غيره ومكتوب بالريشة. أما أحد يكتب لي بقلم باركر ولا قلم مدري إيش ويأتيني بدفتر 200 ورقة أو أقل أو أكثر يقول هذه عندي مخطوطة، لا هذه ليست مخطوطة، وعلى الطالب أن هذه ليست، لم يذكرها العلماء، لكن أنا أذكرها من باب أن نفرق بين الناحية العلمية. إحنا قلنا الناحية العلمية وأن تكون كذا وكاملة وعلمية وفائدتها عالية وتقدم شيء فممكن تكون هذه الشيء كلها متوفرة في دفتر وجدنا للشيخ بن عثيمين أو بن باز رحمة الله عليهم، هذا ما يقول له مخطوط. أو حصلنا الشيخ أحد المشايخ المعاصرين أحد هيئة كبار العلماء فلا نقول هذا مخطوط. المخطوط هو الذي لعالم العلماء له أكثر من أو عدة قرون قد توفي. الشرط الخامس وهو شرط مهم وهو النسخ، أن يكون هذه المخطوطة لها أكثر من نسخة، أقل تقدير نسختين، يعني هذا أقل تقدير. ويشترط في هذه النسخ أن تكون هذه النسخ لها يعني مكتوبة بخط واضح وعليها تاريخ الناسخ واسمه في الغالب، لكن لا يضر اسمه كثيرا، لكن يستحسن يكون اسم الناسخ موجود. لكن أهم من اسم الناسخ التاريخ، فنجد مثلا لماذا التاريخ؟ من أجل أن نفرق بين النسخة القديمة والنسخة ناسخ كتبت كتبه فلان فلاني في مثلا 11 غرة محرم 618 للهجرة النبوية مثلا، وجدنا نسخة ثانية مكتوبة مثلا في كتبت في شهر الله في شهر ذي الحجة عام 816 مثلا، خلاص هذه جميلة. فإذا نأخذ اللي 611 ونجعلها هي الأصل، والتي في 816 مثلا نجعلها هي التي نطابقها عليها، فتكون هناك مقارنة بين النسختين، هل أصلا تكون متطابقة؟ فنقرأ في هذه النسخة ونقرأ في هذه النسخة، فإذا وجدنا سقطا في هذه النسخة استدركناه في النسخة الثانية ونحيل في الهامش أن هذا سقط في النسخة الأصل، وهو في النسخة باء، يعني نسمي نسخة ألف وباء وجيم ودال أو واحد واثنين وثلاثة وأربعة. طبعا كلما زادت النسخ كلما كان هذا أفضل، لكن يجب علينا أن نفهم أن زيادة النسخ ليس كوبي بست كما يقال، يعني ما أجي على هذه النسخة وأصورها عدة نص صور وأقول هذه نسخة ألف ونسخة باء، لا، النسخة هي التي كتبها الناسخ، كتبها في العصر الفلاني حتى لو كان في ذلك العصر، واحدة في 611 والثانية في 611، لكن هذه في شهر محرم وهذه في شهر مثلا رمضان أو ذي القعدة، نقول هذه الأصل اللي قبل وهذه بعدها نطابقها ونطابقها بها. فيجب علينا أن نعلم أن هناك نسخ، بحيث لو وجدنا مسحا أو سقطا أو غموضا في بعض النسخ إن
نستدركه من النسخة الثانية، لأنه لا يمكن أن يكون السقط والضعف في هذه الكلمة موجودة في هذه النسخة وفي هذه النسخة، مستحيل. فقد تكون في هذه النسخة سقط نستدركه من النسخة الثانية، وهذه فيها سقط نستدركه من النسخة الأولى، وهكذا. إذا كانت هذه الشروط موجودة في المخطوطة فعلى الباحث أن يتقدم بها، وليعلم أن الموضوع سيقبل مباشرة، وكل الذي ينتظره فقط أو كل الذي يحتاجه هو وقت الإجراءات الروتينية في المجالس العلمية، وإلا فموضوعه سيقبل. لكن إذا كان أحد الشروط هذه غير متوفر، بأن تكون مادتها العلمية غير صالحة للنشر، تافهة أو مخالفة شرعية، أي واحد بكتاب في عن السحر ولا عن الشعوذة ولا عن السلم الموسيقى ولا عن أشعار فيها فحش ونحو ذلك، فيتقدم بها لأي درجة، حتى لو كانت هذه الشروط متوفرة فيها فإنها لا تقبل. فإذا كانت النسخ متوفرة وكانت المخطوطة غير محققة وكذلك تستحق التحقيق ومادتها العلمية جيدة وخالية من السقط وكذا، الشروط اللي ذكرناها قبل وحجمها مناسب وفيها أكثر من نسخة، فإنه يتقدم بها. هنا مسألة مهمة جدا في المخطوطات، لكن لو وجدنا مثلا على افتراض أن في باحث وجد مخطوطة، هذه المخطوطة مكانتها العلمية رائعة جدا ومهمة جدا وتنطبق عليها الشروط، يعني ألواح كثيرة و 90% منها وأكثر من 90% منها واضحة وممكن تحقق، لكن لا يوجد لها إلا نسخة واحدة فقط، لا توجد أكثر من نسخة. في هذه الحالة هل تقبل؟ تقبل هذه في هذه الحالة تقبل، نعم، لكن تقبل بعد مدارستها في المجلس العلمي، فتعرض في المجلس العلمي ويأتي عدد الأعضاء المجلس العلمي في التخصص، في التخصص اللي هذه المخطوطة فيه، سواء كانت في علم الأديان أو العقائد أو الفرق أو التاريخ أو الفلسفة أو حديث أو التفسير إلى غير ذلك. فيأتي المتخصصون في هذا الباب ويتدارسون هذه المخطوطة، فيكتبون عنها، يقول والله هذه المخطوطة رائعة جدا ومهمة جدا، والعالم من علماء الأمة هام في هذا الباب، وهذه المخطوطة توضح كذا وكذا، لكن لا يوجد لهذه النسخة، وهذه النسخة عليها معلومات كاملة فما يوجد لها نسخة أخرى. فهنا يأتي مبررات فيكون هناك نوع من الاستثناء لها، لكن لا يأتيني باحث بنسخة فيها سقط أو كذا وكذا أو مادتها العلمية موجودة. لو افترضنا مثلا واحد يأتي بنسخة في الفقه الحنبلي أو الفقه الحنفي أو المالكي للإمام فلان الفلاني، يعني ما هناك لن تقدم شيء يعني للأمة الإسلامية. وكتب الفقه الحمد لله تنوء بها الأدراج، مليئة الأدراج بكتب الفقه، ما في شيء جديد إلا إذا كانت أكثر من نسخة تنطبق على الشروط السابقة وفي أكثر من نسخة مطابقة فلا بس يتقدم بها. لكن إذا لم تكن لها نسخة واحدة، يعني ما هي الفائدة العلمية التي ستقدمها هذه النسخة إلا إذا كان هناك فائدة علمية يذكرها الباحث، أن هذه النسخة نسخة واحدة وفي الفقه الفلاني مثلا أو في التاريخ أو في العقيدة أو في الحديث، لكنها ستقدم واحد واثنين وثلاثة وأربعة، فحسب المبررات تقبل الخطة. إذا لم يكن هناك مبررات ففي الغالب، أنا ما أقول قطعا، في الغالب أنها لن تقبل إذا كانت لا تقدم، لا يوجد لها نسخة واحدة. هذا ما يتعلق ببحوث الماجستير، وطبعا الحديث عن المخطوطات وطريقتها والبحث وكذا قد يكون هناك الحديث أطول من هذا بكثير، لعلي إن تيسرت الأمور فيما بعد أكتب لكم هذا في المرجع هذا أو أزودكم به، أو يكون هناك لقاء آخر حول مادة تحقيق المخطوطات. تحقيق المخطوطات أخذنا فيه دراسة في الدراسات العليا، أخذنا درسنا فيه سنة كاملة ونحن ندرسه ولخصنا وكتبنا فيه، والله سنة كاملة كان أساتذتنا يدرسون فيه،
فما يمكن أن يقال في محاضرة أو في أكثر من أو محاضرات تباعا، لكن لا ما لا يدرك كله لا يترك جله. فهذه أهم أساسيات في المخطوطات. إذا وجد الطالب مخطوطة فعليه أن يتأكد من هذه الأمور التي سبق الحديث عنها. نأتي للمسألة الأخرى وهي بحوث الدكتوراه. هذه السابقة اللي تحدثنا فيها هي بحوث ماجستير. بحوث الدكتوراه هي نفس البحوث التي تحدث فيها عن بحوث الماجستير، لا تختلف كثيرا عن البحوث درجة الماجستير، طبعا تختلف عن البحوث الصفية اللي ذكرناها للطلاب الجامعة، لكن بحوث الدكتوراه وبحث الماجستير لا تفترق كثيرا، إلا أن بحوث درجة الدكتوراه فيها محاسبة على الباحث أكثر من الماجستير. فلو أني لدي رسالة أناقشها لطالب أو طالبة في الماجستير سأتغاضى عن بعض الهفوات لأنه في بداية الطريق، لكن حينما أتي في الدكتوراه قد لا أتغاضى عن بعض الهفوات التي مرت عليه، لأنه افترض أنه قد اكتسب خبرة في الجامعة وفي الماجستير، فلماذا يكرر هذا الخطأ وهذه الهفوة في الدكتوراه؟ فتكون هناك المحاسبة يعني أشد من مما هي عليه في الماجستير. ومراجع الدكتوراه يعني الأصل، ما أقول غالبا، الأصل أن تكون أكثر من مراجع الماجستير بكثير، وأيضا أن تكون لطالب الدكتوراه أو باحث الدكتوراه براعة أكثر من باحث درجة الماجستير، لديه براعة في التحليل والتنظيم والأسلوب والكتابة والترتيب وغير ذلك. البحوث الرابعة هي بحوث المؤتمرات العلمية. احنا قلنا وش البحث أو أول بحوث هي البحوث الصفية اللي درجة البكالوريا، والثاني بحوث الماجستير، والثالث بحوث الدكتوراه، الرابع البحوث المؤتمرات العلمية، وهي بحوث تقدم في مؤتمرات تعقدها بعض الدول أو الجامعات أو الهيئات المتخصصة، فيتقدم الباحث ببحث في موضوع ذلك المؤتمر. لو افترضنا أن في مؤتمر في ماليزيا مثلا يتحدث عن آثر مثلا، لو قلنا مثلا آثر وسائل التواصل الحديثة في عقائد المسلمين مثلا، فتأتي عاد هناك محاور هذا المؤتمر. فمثلا أنا في قسم الإعلام أتحدث عن الإعلام ووسائل التواصل وما لا يزيد عن 30-40 صفحة بس تكون يعني مركزة، والثاني مثلا في العقيدة يتحدث عن الإعلام باختصار ويتحدث عن العقيدة وأثرها، الأثر السلبية والإيجابية، يعني أيضا أثر وسائل الإعلام ليست كلها سلبية من وسائل الإعلام ما نتحدث فيه الآن، لدينا هذه الفصول وهذه الوسيلة الرائعة التي نتحدث فيها. وربما يكون بعض الحاضرين، أنا ما أعتقد لكن افتراضا أو لو قيل لنا ذلك صدقنا، قد يكون بعض الحضور الآن والمستمعين قد يكون خارج المملكة، يكون في دولة من الدول الأخرى طالب أو طالبة أو باحثة أو باحثة أو دكتورة أو دكتورة، ويكون مسافر وفي هذه الساعة المعينة دخل على الموقع وهو الآن يستمع معنا وهو خارج المملكة. فوسائل التواصل ليست سيئة كلها وليست جيدة كلها، بل هي فيها نواحي سلبية ونواحي إيجابية. فالبحوث المؤتمرات يقوم الباحث بتقديم بحث له في هذا المؤتمر ويتقدم به، وهو بحث أيضا يأخذ حكم التحكيم لكنه لا يفيده في الماجستير والدكتوراه، يعني بمعنى أنه لا يحصل من خلال هذا البحث على درجة ماجستير أو درجة دكتوراه. هذه البحوث التي تقدم في المؤتمرات تفيده في الترقية ولا تفيده في حصول على الدرجة. وأخيرا البحوث المؤتمرات العلمية أو عفوا بحوث الترقية، وهي البحوث التي يتقدم بها حاصل من حصل على درجة الدكتوراه في أي علم من العلوم. فتعرفون كما أن أي أستاذ يحصل على درجة الدكتوراه أو أي باحث يحصل على درجة الدكتوراه يتعين برتبة أستاذ مساعد، دكتور فلان فلاني يعني أستاذ مساعد.
فيمكث يعني 4 سنوات يتقدم من خلالها بأربعة أبحاث أو 5، وأنا أرجح أن يكون الباحث لديه 5 أبحاث ليكون البحث الخامس من باب الاحتياط، لأن لو رد واحد منها سيتأخر عدة سنوات حتى يكمل البحث الخامس وتأتي الدورة له مرة أخرى ويتقدم بها. فيتقدم مثلا، هي الأصل 4 أبحاث، يتقدم بهذه 4 الأبحاث يكتبها في علم من العلوم وفي تخصصه الدقيق، ويرسلها للمجلات العلمية التي سنتحدث معكم في نهاية المحاضرة القادمة إن شاء الله عن أهم المجلات العلمية المحكمة. فيرسلها لهذه المجلات، والمجلة تقوم بقراءة هذا البحث وإرسال خطاب للنشر أنه صالح للنشر. طبعا إذا كان صالح للنشر ترسل خطاب أنه صالح للنشر ثم تنشره. فيجمع 4 أبحاث، يكون هناك لديه بحثان منشوران، وترسل له المجلة ملزمة أو مجلد كامل من المجلة وفيها بحثه، يعني 2، و2 خطابين يكفي أن لديه بحثان مقبولة للنشر. هذه الأبحاث التي تتقدم بها الطالب أو الباحث عفوا للمجلات العلمية المحكمة تعرض فيما بعد على المجلس العلمي، مجلس القسم ثم مجلس الكلية، وبعد ذلك ترتفع إلى المجلس العلمي، وتشكل لها لجنة متخصصة من 10 أساتذة، يختار منهم 3، ترسل لهم هذه الأبحاث فيقرؤونها مرة أخرى ويحكمونها مرة أخرى. فإذا أقروا على الأستاذ المساعد إلى المشارك، هناك 3 باحثين يقرؤون هذا. إذا قال 2 نعم يستحق الترقية، وواحد قال لا يستحق الترقية، يترقى، لأن بالأغلبية. وأما في الأستاذ فإنه لابد أن يقدم 6 أبحاث وترسل 3 من المحكمين، كل 3 المحكمين لابد أنهم كلهم يقولون نعم يستحق الترقية. فهذه أبحاث تسمى أبحاث الترقية، وهي أبحاث في الغالب أنها يعني في الغالب أنها لا تتجاوز 40 صفحة، لكن قد يصل بعض الأبحاث إلى مجلد أو مجلدين، يعني قد يصل بعض الأبحاث. ممكن مثلا أنا لم أفعل ذلك، لكن أنا مثلا كتبت بحثا من 1000 صفحة مجلدين كبار للترقية، هذا لا بأس به، يعني ما يرفضون هذا منك، لكن الخطأ هذا اللي أنا فعلته هو سيأخرني أنا في قراءة، لأن اللي سيقرأ البحث هناك مستحيل يقرأ هذا البحث في أقل من 6 شهور إلى قريبا من 1 سنة كاملة، لأنه أيضا مشغول وما عنده استعداد يقرأ 1000 صفحة غير الأبحاث الثانية التي أنا قد قدمت بها. فالأفضل الإنسان لا تتجاوز أبحاثه على 50 صفحة مثلا مع الفهارس والمقدمة وغيرها، فلا تتجاوز 50 صفحة حتى يعطي المحكم فرصة لأن يقرأ البحث ويتقدم به أو يقدمه سريعا. خطوات البحث الرئيسية للباحث، كيف يعني نكتب بحثا، تكاد تجمع يجمع الباحثون على أن الخطوات للبحث، إذا أردت أنا أكتب بحثا فهناك 6 خطوات. الخطوة الأولى اختيار موضوع البحث ووضع عنوان له. فأول شيء ينقدح في ذهني أن أختار موضوع أكتب فيه ثم أضع له عنوان، وسيأتي معنى اختيار الموضوع والعنوان وشروطه ونحو ذلك فيما بعد. ثانيا وضع خطة للموضوع الذي سيبحث الباحث فيه، لأن الخطة ضرورية جدا. أحب أن أنبه بحكم أني قد أكون أقدم من كثير منكم في باب الأبحاث، على الباحث أو الباحثة أن ينتبه لنفسه. أنا أقول حتى لطلابي، أقول أنت يا أخي الحبيب وأنت تكتب في بحثك أو تقرأ بعد ما
يوافق القسم على خطتك، فتقوم تقرأ قراءة تفصيلية من أجل أنت تقرأ مثل الذي جالس على شاطئ البحر ويرقي بالسنارة، كل ما رقي السنارة طلعت لك سمكة، ما لا يمكن أن ينتهي السمك من البحر، فلا تنتظر أن ينتهي السمك من البحر ثم تبدأ بعد ذلك تجمع. اكتفي بالخطة اللي أنت كتبتها والمعلومات التي أنت رصدتها، وأنت تقرأ وتكتب لو عرضت لك معلومة أخرى فبإمكانك أن تضعها جانبا لتفيدك فيما بعد، إما في مرحلة الدكتوراه أو تفيدك في الترقية أو تفيدك في كتاب آخر تكتبه أو في ملزمة أو في مقالات أو نحو ذلك، لكن لا تبقى تجمع المعلومة في هذا الموضوع لأن هذه المعلومات لا يمكن أن تنتهي، يستحيل أن تنتهي. فأنت إذا قدمت خطة البحث وقرأت وقدمت خطة البحث فلا تنتظر تبقى تقرأ شهور وشهور، لأنك مهما قرأت ستظهر لك معلومات متجددة، كل مرة يطلع لك معلومات وأنت تضيف مبحث تضيف مطلب تضيف كذا، وهذا غير منطقي. ثانيا أو ثالثا، جمع المصادر التي يريد أن يرجع لها الباحث لكتابة بحثه. لابد أن تجمع مصادرك. أنا بكتب مثلا في الموضوع الفلاني، حينما أكتب الموضوع الفلاني لابد أن يكون لدي مصادر أو مراجع. يعني مثلا أنا من ضمن أبحاثي اللي كتبتها في الترقية الأستاذية عن المرمون، طائفة المرمون، أنا لا يمكن أكتب عن طائفة المرمون هذه لأن ما لها أي مرجع ولا لها أي مصدر ولا لها أي كتاب، لكن قدر لي أني ذهبت مع في بعد قبل عدة سنوات إلى أمريكا وذهبنا إلى ولاية يوتا ومدينة سولت ليك سيتي والتقينا بمجموعة هناك كان من ضمنهم طائفة المرمون، فرحبوا بنا واستقبلونا وإحنا كنا مجموعة وأهدونا كتاب مرمون، اسمه كتاب مرمون، وطبعا باللغة العربية هم ترجموه بلغتهم باللغة العربية، فكان يعني ترجمته أدق من ترجمة فلان أو علان. فلما قرأت الكتاب وقع في ذهني أني لماذا لا أكتب عنه بحث، فكتبت فيه بحث. لكن لو كان قبله في طائفة ثانية اسمها طائفة الميمش موجودة في أمريكا، وهذه الطائفة طبعا عقدية ممكن نكتب أنا عنها في العقيدة أو يكتب عنها أي لكن ما يستطيع يكتب. لماذا؟ لأن لا يوجد لها مراجع تستطيع أن تكتبها، هي هذه الطائفة منغلقة إذا درجة تصدقوا إلى الآن يمكن تعرفون عنها أو يمكن لا تعرفون عنها إلا الآن. هذه الطائفة يعني تحرم عندهم حتى العربات السيارات، الطرقات ما فيها إلا خيول وعربات، المرأة عندهم هناك محجبة إلى الأرض وعليها غطاء على وجهها لا يمكن أن تسير مكاشفة، والتليفونات ممنوعة والسيارات ممنوعة والتلفاز ممنوع كلها محرمة، وهم نصارى، فهذه اسمها طائفة الميمش. أنا أريد أن أكتب عنهم، لا أستطيع. لماذا؟ لماذا لا أستطيع؟ قضية المراجع. فإذا على الباحث أنه لا يتحمس لموضوع وبعد ما يكتفي يسجل هذا الموضوع يتفاجأ أن ما هناك مراجع لهذا الموضوع، لأن أقول الكلام هذا أنه مرت علينا بعض المواضيع إحنا ردينا في القسم وكان هناك نوع من العتب علينا من بعض الطلاب وكذا انه ليش تردوا، فسالنا قلنا طب عندك مراجع لهذا؟ قال ستتيسر ان شاء الله. يا حبيبي الموضوع ما هو موضوع ان شاء الله تتيسر، ان شاء الله ربنا بيسر كل امور، لكن اذا ما كان شيء بيدك لا تكتفي الموضوع لانك انت ستتورط. نحن الان نريد ان نخدمك ما نريد ان نضرك، نتمنى ان تكتفي هذا الموضوع وغيرك يكتفيه، لكن ما هي المراجع التي عندك كتاب ولا كتابين ما تفيدك هذه بشيء، لابد ان يكون عندك مراجع. فاذا اذا كان هناك موضوع وضعنا له خطة ووضعنا له عنوان أيضا تكون له مراجع، وهذه المراجع تكون متوفرة، يعني ما يجيك في البحث اللي سأكتب فيه www.كذا.com طيب وبعدين كلها من جاي جمع لي من الانترنت، وين مراجع الكتاب الكتب ويني؟ لا توجد كتب. إذن هذه لا يصلح أن يكون بحثا علميا، ممكن يكون كتيب تنزله في السوق أو كذا لكن بحث علمي لا. فلا بد من جمع المصادر والمراجع. رابعا، جمع المادة العلمية، وجمع المادة العلمية يستطيع الباحث أنه وهو يقرأ
طبعا قبل ان يبدا يكتب في البحث لابد ان يقرا مثلا كتابين ثلاثه الى اربعه كتب في هذا الموضوع، وهو يقرا يجعل له فهرسه. طبعا هناك اختلاف بين الباحثين، منهم من يعتمد على البطاقات فياتي كل ما وجد موضوعا من المواضيع يكتبه في بطاقه ويرميه، حتى لو في كرتون بجواره يرمي الكرتون في الكرتون، وكل ما وجد كلاما يشبه هذا يكتبه في بطاقه ويكتب الجزء والصفحه والكتاب ويرميه في هذا، ثم بعد ذلك يبدا بتجميع البطاقات. انا اللي ارى انه افضل من هذا انه يضع له فهرس، يضع امامه دفتر ويكتب مثلا توحيد الالوهيه، توحيد الربوبيه، توحيد الاسماء والصفات، الصحابه، القضاء والقدر، الملائكه، الرسل، الكتب، مثلا لو بيكتب العقيده فيضعها، يعني يقرا اي شيء عن ذات الله سبحانه وتعالى يكتب في التوحيد، فان كان يتحدث عن الصفات توحيد الاسماء والصفات، ان كان عن الربوبيه توحيد الربوبيه، ان كان عن كذا يكتب في كذا، ويحطها مثلا يكتب الكتاب كتاب كذا كذا، ثم يبدا 16 38 90 118 وهكذا، خلاص يعرف ان هذه الصفحات في الكتاب الفلاني تتحدث عن هذا الجزئيه اللي هو كتبها، ما يتعلق بتوحيد الاسماء والصفات، او ما يتعلق بتفسير كذا، او ما يتعلق بنوع من الحديث او التاريخ او كذا او كذا، في هذه الجزئيه يحطها، بس يحط صفحه صفحه، بس قبلها يحط اسم الكتاب، حتى لو حط مثلا كتاب، مثلا لو افترضنا مثلا كتاب الامم والملوك، تاريخ الامم والملوك الطبري، يكتب أمم بس ألف ميم ميم مختصر، يحط في آخر الكتاب في آخر الدفتر أمم، يحط شرطتين تاريخ الأمم والملوك وفي تاريخ كذا وكذا للإمام فلان بن جرير الطبري، يكتب كل المعلومات هناك، عشان الرمز هذا لا يكتبه في هذه، لأن هذه فهرسة ما يحط في الأرقام صفحات، وبعدين يكتب كذا كذا كذا، وإذا خلص الجزء هذا يحط في الجزء الثاني جيم اثنين، وبعدين يكتب الصفحات وهكذا، هذه أفضل من طريقة البطاقات. هذه جمع المادة العلمية. بعد ذلك يأتي للصياغة، صياغة البحث. والصياغة طبعا عند الباحثين المجيدين حقيقة، الذين أقول حقيقة لا مثلي ولا أمثالكم، يصيغ البحث صياغة أولية، يكتب البحث من أوله إلى آخره، وهذه يجعلها الصياغة صياغة أولية. بعد ذلك يقوم بقراءته من جديد، ويقوم بمتابعته، ويقوم بإعداده وتنقيحه، ثم يقوم بصياغته مرة ثانية. لكن إذا ما استطاع الباحث أن يفعل هذا وهي في حق صعوبة، يقوم بالصياغة النهائية، وبعد ما يقوم بصياغة البحث صياغة نهائية أنا أرى أنه يعرضه على غيره يقرأه، لأن الباحث الكلمة مكتوبة في ذهنه صح، وهو كاتبها في الكتاب خطأ، وحينما يقرأها يقرأها خطأ ويقرأها صح وهي خطأ. لماذا؟ لأن منطبعة في ذهنه صح. فأفضل من يستطيع أن ينتقد أو يظهر الأخطاء الإملائية والمطبعية وكذا هو قارئ آخر، ليس شرطا أن يكون متخصصا أبدا، ممكن يكون طالب في الثانوي فهو يقرأ، هو أنت حينما تعطيه يقرأ أو تعطيه كتاب بحثك هذا يقرأ، قد يكون ولدك أو بنتك أو ولدك أو بنتك في الثانوي، ما من أجل أن يصح لك المادة العلمية، لا، هو يقرأ ويقول إيش الكلمة هذه تقول كذا، يقول لا ليست كذا، ثم يقوم بعملية الكتابة تبين لك من بعد أن هذا كتابة خطأ، فعلى ويجد هذه الأخطاء الكثيرة. أخيرا يضع الخاتمة، والخاتمة سيأتي معنا في المقدمة والخاتمة والصياغة وماذا يضع. طيب، أو الاكتشاف المعرفة والتنقيب عنها وتنميتها وفحصها وتحقيقها بدقة ونقد عميق، ثم بعد ذلك عرضها بشكل متكامل بكل شفافية وأمانة علمية، بعيدا عن الخلفية الثقافية
الموروثة والأحكام المسبقة. بمعنى إذا أردت أو أردت أن تكتب بحث فيجب أن يكون الهدف هو الحق مسبوقة للبحث تكتب فيه أو تكتبين فيه ولديك خلفية سابقة، لأن هذه الخلفية ستتحكم في نتائجك في البحث وستتحكم في كتابتك. وقد يكون إنسان يجتزئ بعدين بعد ذلك، وهذه ما يفعلها إلا أصحاب الأهواء. ترون أن أصحاب الأهواء يتحدث بعضهم في بعض فيجتزئون الكلام، وقال فلان في كتابه، ثم يذكر نصا ويجتزئه. وبعضهم يعني ينقل كلاما صحيح كتبه في كتابه، لكنه يكتبه في كتابه من باب أنه يقول وقد قال فلان فلان من فلاني كذا وكذا 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 وكذا، فهو ينقل كلام فلان ثم يبدأ يرد عليه، فيأتي هذا صاحب الهوى فينقل هذا كلام على أنه له، وهذا كلام حصل. يعني مثلا واحد يقول شيخ الإسلام بن تيمية يقول مثلا بالتفويض أن نفوض الأسماء والصفات تفويضا مثل ما يفعل المبتدعة، ونقول نحن لا نفقه في الأسماء والصفات شيء. قال شيخ الإسلام في كتابه كذا، والتفويض هو أن نفوض الكيفية واللفظ بحيث أننا لا ندري ولا نعلم معناه. انظر كتاب كذا جزء كذا صفحة كذا، هو صحيح موجود، لكن حينما ترجع إلى الجزء والصفحة تجد أنك شيخ الإسلام يقول المفوض ماذا يقولون في التفويض، قالوا والتفويض هو كذا فهو نقل كلامهم وجاء يرد عليهم. فصاحب الهوى وصاحب البدعة يأخذ يجتزئ هذا الكلام فينسبه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا خطأ وخطأ فادح. وهذا كمن يقول إن الله سبحانه وتعالى ينهى عن الصلاة، قال الله عز وجل فويل للمصلين، هذه آية صحيح، لكن هل الله تعالى نهى عن المصلين ولا قال الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ الله سبحانه وتعالى يقول نفى أن يكون قد أرسل أي رسول أو نبي، قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، صدق الله العظيم. يا ابن حلال هذا وقف قبيح، وهذا اجتزاء، وقد يوصلك إلى درجة الدرك أسفل من النار والعياذ بالله. فاجتزاء الكلام سهل جدا، أي واحد يستطيع أن يجتزئ. فأنا أتكلم بهذا وأقول على الباحث أن يتقي الله، وأنه إذا أراد أن يبحث يشيل خلفيته الثقافية ويضعها جانبا، ويتكون الذي أمامه هي الناحية العلمية، الناحية العلمية البحتة. وهذا هو منطق العدل الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به في كتابه. يعني أنا لو أسأل أي واحد منكم أو واحدة منكنا الآن، ما رأيك في الخمر والميسر؟ أستغفر الله، أعوذ بالله، إيش؟ طيب جاوبين، أعوذ بالله، هذا خبث وهذا كذا وهذا كذا. طيب الله سبحانه وتعالى ذكر أنها صحيح أنه خبث وأنه وين، لكن المنفعة التافهة التي لا تساوي شيء، وهي واحد يتاجر بالمخدرات يبيعها وكذا واغتنى، هذه الفائدة التي لا تساوي شيء الله سبحانه وتعالى ما أغفلها. حينما جاء في الحكم العام فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهم أكبر من نفعهما، فالمنفعة التافهة هذه ماذا ما أغفلها الله عز وجل. وأيضا عن اليهود والنصارى، لو قلت لك ما اليهود والنصارى تقول أعوذ بالله، يهود قالوا يد الله مغلولة وقالوا كذا وقالوا كذا، فقير نحن أغنياء، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قال ليسوا سواء. فإذا هذا هو منطق العدل، لا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا أردت أن تكتبي بحثا أو أنت أردت أن تكتب بحثا فلا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا، على الإنسان أن يكتب لأجل الحقيقة العلمية. ولا يوجد أحد من العلماء فوق النقد، الذي يتجاوز مرحلة النقد هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه معصوم من الله عز وجل. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا نتحدث عنهم، لأن الله عز وجل قد أرضاهم ورضي عنهم. لكن نأتي عند العلماء، شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن قيم أو ابن كثير أو ابن الأثير أو السيوطي أو كذا أو كذا، كل واحد يأخذ من قوله ويرد عليه. لكن يجب علينا أن نفهم شيء، وأن ونحن نقيم هذا الإمام أو هذا العالم يجب أن نكون مؤدبين، فالأدب هو مطلب. فلا يأتي إنسان يرد على عالم بوقاحة أو قلة أدب، ولا يرد عليه بميزان المساواة. فمثلا كان ينتقد علينا في رسائلنا الماجستير، والدكتورة الحمد لله يعني
تعلمنا درسا فيها. قال فلان وقال فلان وقال فلان، يعني الأقوال جمعها ونذكر أقواله، ثم في الأخير يقول قلت والصحيح وكذا وكذا وكذا. فيأتي المناقش يقول ما شاء الله، من هذا اللي تقول قلت مثلا أنا ولا غيري؟ متانة. قال ما شاء الله سماحة العلامة العظيمة اللي قارنت نفسك بفلان وفلان وفلان وفلان. طيب قل يرى الباحث، ما تقول قال فلان وقال فلان وقلت أنا. من أحمد بن حنبل حضرتك ولا الشافعي؟ وش شايف نفسك أنت؟ تبغى بديت تقرأ وتكتب هذا، ونحن ما ردينا عليه، يعني ما نرد على فلان ونقول هذا الكلام لا يليق وكذا. من أنت ده تقول؟ لكن أقحمنا أنفسنا في الماجستير حقيقة في هذا الموقف، موقف المساواة. فإذا وجدت أقوالا أي واحد يرد عليه عادي. الإمام مالك رحمه الله تعالى كما تعرفون كان يجلس في المنبر فيقول كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. لكن يرد عليه، أنا مفرضي مثلا أن هناك قول للإمام، مثلا الإمام مالك يرى عدم مشروعية صيام الست من شوال، هذا يراها عند المالكية يرى. مثلا أنا أكتب بحث في الفقه فأقول وهذا القول قال به الإمام مالك وهذا القول لا يليق ولا يصح، فإن الإمام مالك قد أخطأ في هذا القول. سلامات يا أبو الشباب، على رسلك، على رسلك، اهدى اهدى، تعود من الشيطان. صح قضية مثلا تقول هذا الإمام ترد عليه بأدب، الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يمكن أن ينكر فضله ولا علمه ولا، لكن الحديث الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان واتبعه ستة من شوال أجزم أنه لم يصل إليه، وإلا لا يمكن أن يكون الإمام مالك ولا غيره يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيعتذر عنه بهذا. إيه هذا هو الأدب، ما هو الأدب أنك ترد عليه قال والقول هذا يرد على الإمام مالك بأنه كذا وأنك حبيب. من أنت؟ الإمام الشافعي ما رد على الإمام مالك بأسلوبك هذا وقلة أدبك هذه. فالرد على العلماء لا بس، رد عليهم لأنهم ليسوا معصومين، لكن الأدب هو المطلوب. وأيضا ونحن نكتب في الأبحاث يجب علينا أن نتحرى المساواة، لا نأتي نرد على العلماء نقول كذا وكذا وقلت وكذا وكذا، لكن إذا كان في أقوال والباحث مطلوب منه أنه يعني يظهر رأيه، أنت كباحث أو أنت كباحثة يجب أن يكون لك رأي في هذا الموضوع، تقولين أو تقول ويرى الباحث كذا وكذا وكذا، ثم تأتي بالأدلة. وقد يكون رأيك ترجيحك هو لقول اللي قبلك فلان أو فلان، فلكن تقول ويرى الباحث، ما تقول قال فلان وقال فلان وقلت. طيب ما هي خصائص البحث الجيد؟ البحث الجيد له ثلاثة خصائص، طبعا أكثر لكن نذكر منها ثلاثة. أولا الاعتماد على الحقائق والشواهد والأدلة القطعية أو الأدلة الظنية اللي يغلب عليها الظن، والابتعاد عن التأملات والمعلومات التي لا تستند على أدلة وبراهين قطعية. هذا أول شيء، إن حتى نعرف أن هذا بحث جيد فيكون الاعتماد فيه على الحقائق والأدلة القطعية أو الظنية، ما تكون البحث عبارة عن تأويلات ومعلومات ليس لها أدلة وليس لها شواهد ولا براهين ولا قواطع. ثانيا الموضوعية في الوصول إلى الحقيقة والابتعاد عن عواطف، فلتبقي عواطفك يا أخي الغالي والحبيب ويا أختي الفاضلة في بحثك، تبقى عواطفك وعواطفك بعيدا عن البحث. حينما يأتي الإنسان يحط يده على القلم على ريشة أو على الكيبورد يكتب بحث، عليه أن يأخذ عواطفه خلفيته الثقافية ويضعها على الرف ويكتب بتجرد بتجرد، ويكون هدفه هو الوصول إلى الحقيقة العلمية، يصل إلى الحقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي هريرة رضي الله عنه صدقك وهو كذوب، يعني الشيطان. فإذا وجدنا حقا عند مخالف لنا يهوديا كان أو نصرانيا أو إن شاء الله الشيطان، وكان الحق فالحق أولى أن نتبعه، والحكمة الضالة المؤمن، أن ما وجدها فهو أحق بها. ثالثا الاعتماد على الفرضيات وهي الحقائق المفترضة والتي يحتاج تأكيدها إلى فرضيات أخرى تنسجم مع المعلومات المستجدة التي
قد تتوفر للباحث. فإذا أراد الباحث أن يكتب بحثاً و حسب البحث الذي يكتب فيه ما يعتمد على التاريخ أو التحليل أو الإحصاء أو كذا، فيكون لديه شيء من الفرضيات، يكون لديه بعض الفرضيات وهي حقائق يفترضها ويحتاج فقط إلى تأكيدها، فإذا أكدها تكون هذه خصائص بحث جيد. فإذا خلت هذا البحث من هذه الأمور الثلاثة، من الحقائق العلمية والموضوعية والاعتماد على الفرضيات والفرضيات اللي هي المفترضة، الحقائق المفترضة، فإنه سيكون بحثاً لكنه غير جيداً. والباحث المميز يجب عليه يعني تحديد خطوات البحث وأهدافه وحدوده المطلوبة أولاً، يعني أول ما يبدأ يكتب في البحث عليه أولاً أن يحدد خطوات البحث وأهدافه وحدوده المطلوبة. للأسف إحنا يعني كثير منا عشوائي في مسألة البحث، في أول ما يبدأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله، يبدأ عاد يكتب في البحث. يا أبو الشباب وين رايح؟ لازم يكون لك أهداف وخطوات وخطة وتصور كامل على البحث ومراجع قدامك ومادة علمية قد رصدتها، وتصير عملية كل اللي تقوم به عملية، يعني كان واحد يريد أن يصنع جهاز راديو مثلا وتكون كل القطع جهزة أمامه، فيبدأ عادي يتربع يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يأتي بالجرم الكبير ويضعه أمامه، ثم يأتي بعد ذلك بالقطع قطعة قطعة، يركب هذه ويركب هذه ويأخذ هذه ويحط هذه ما ضبطت طلعها ويحط غيرها، يعني تكون كل المادة متواجدة بجواره، فإذا تعب خلها كلها مكانها وراح يرتاح. ما هو شرط لازم يخلصها في وقتها حتى يستطيع أن يكمل، لكنه ما يبدأ الإنسان يبدأ بعشوائية. ثانيا، تحديد مشكلة البحث ووضع فرضيات مرتبطة بها، يعني شوف إيش مشكلة البحث، هل مشكلة تكمن في صعوبته، في ندرة أبحاثه، في غموضه، في عدم فهم الناس له، في فهمهم له لكن على فهم خاطئ ويريد أن يصححه، هذه الإشكالية البحث يحددها وتكون موجودة في ذهنه. ثالثا، أسلوب، يعني تحديد أسلوب جمع البيانات والمعلومات المطلوبة في البحث وتحليلها وتحديد هدف أو أهداف من البحث التي يسعى الباحث الوصول إليها، يعني يكون هناك أسلوب جمع المعلومات والبيانات، يكون عنده طريقة في جمع البيانات والمعلومات بحيث أنها تكون متواجدة لديه، ويكون لديه تصور عن كيفية تحليل هذه المعلومات وتحديد الهدف منها. يعني بمعنى لا يكون هدف الباحث هو عملية جمع معلومات، يجي مع قال فلان وقال فلان وقال فلان وقال، طيب وبعدين انت جمعت لي بعض الابحاث، تجد البحث مكتوب فيه اربع او خمس صفحات كلها نقولات، قال فلان وقال، طيب انت ايش هدف؟ ما عندك شيء، ما عندك هدف. ممكن يا سيد الفاضل انت تاتي بالاقوال هذه كلها وتاتي بقول واحد منها فقط، قال فلان وكذا وكذا ثم بعد ذلك تحيل على الهامش، انظر كتاب كذا الذي هو نقلت منه، وللاستزادة في هذا انظر كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب، طبعا كتاب كذا لفلان وجزء صفحة، كتاب كذا لفلان جزء صفحة، وذكر لي تحت إن شاء الله 20 مرجع. بس يا أخي الحبيب لا تنقل هذه، تكتبها لي في المتن، جالس تجمع لي ثلاث صفحات ولا صفحتين ولا أربع صفحات في موضوع واحد متكرر لكنه بلغات أخرى، قال فلان كذا وكذا وكذا وقال فلان كذا وكذا، هو نفس الكلام بس انه بلغه باسلوب اخر، وقال فلان كذا وكذا، طيب ما الفائده؟ حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حينما ناتي نخرج الحديث سياتي معنا ان شاء الله في الحديث، لكن ممكن حتى لا انسى الحديث، مثلا اخرجه البخاري ومسلم، بس خلاص ما تقول اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد والبيهقي، يا سلام، يعني انك ما شاء الله علامه، هي كل ضغط الزر طلعت لك هذه كلها في الموسوعه العلميه. وش اللي متى تكتب مثلا البخاري او مسلم، او البخاري ومسلم واحمد مثلا، او الترمذي او ابن ماجه، او ان شاء الله حتى البيهقي، يعني لانه ضعيف كتاب، لماذا؟ ما الذي يجعل تكتب هذه إذا كان هناك لفظة يقتضيها البحث وهي موجودة في الكتاب هذا اللي تذكره؟ تقول أخرجها البخاري ومسلم وزاد أحمد
او زاد البيهقي او زاد الترمذي او ابن ماجه او كذا كذا وكذا، ثم تاتي على الزياده هذه وتبينها انها صحيحه او غير صحيحه. واذا كان الحديث ليس في البخاري ومسلم او ليس في احدهما فلا بس تستعرض عضلاتك وتقول اخرجه الترمذي وابن ماجه وابو داود وفلان وحسن وفلان وقال عنه فلان. ما في، لا بس هذا هو البحث العلمي. لكن اذا كان في البخاري او مسلم او فيهما معا فخلاص اخرج البخاري جزء صفحه حديث، وممكن بعضهم يقول كتاب وباب ومسلم كذلك ويكفي، او واحد منهم يكفي خلاص لان هذا حديث صحيح. ما تستعرض لي بعدين وفلان وفلان. طيب انا حينما اقول لك اخرج الترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه عشان اوصل لك ان الحديث هذا صحيح، اذا كان في البخاري ومسلم او في احدهما فالحديث صحيح، فلماذا انت تاتي بنصوص اخرى الا اذا كان هناك لفظه زائده، او كان الحديث الذي خرجته انت بلفظته هذه في السنن او في احدهما فتخرج تقول واللفظ لاحمد او اللفظ لابو داود او اللفظ لفلان، لكن الحديث هذا موجود في البخاري ومسلم او في احدهما يكفي. فاذا تحديد المعلومات المطلوبه واسلوب جمع البيانات وتحليلها. رابعا وضع اطار البحث في حدود موضوعيه زمنيه، يعني ما تكتب في مثلا موقف المبتدعه مثلا من اقوالها من الاسماء والصفات مثلا. طيب وش ايش اللي بتكتب فيه المبتدعه؟ يعني يبغى لك انت لو تركت واحده من فرق الضلاله هذه انا اناقشك فيها وممكن ارد بحثك، لكن اكتب مثلا موقف المبتدعه في كتاب كذا وكذا، الجهميه نموذج، المعتزله كذا مثلا، كل حدد لي الموضوع، لا تخلي الموضوع مفتوح الى ما لا النهايه. وايضا لا تجعل تكتب لي في موضوع موسوعه علميه وانت عندك وقت معين، لابد ان يكون عندك حدود موضوعيه وزمانيه وواضحه، وحتى لا يخرج البحث عن المسار المرسوم له. خامسا الالمام الكافي بموضوع البحث بحيث يكون الباحث لديه خلفيه ثقافيه جيده عن الموضوع الذي يبحث فيه. يعني ما يمكن تطلب مني اني ابحث لك في موضوع مثلا في التفسير او في الحديث او في اصول الفقه. ليش؟ لان انا تخصصي الدقيق هو العقيده والاديان والمذاهب والفرق. فحينما اجي اتكلم في باب الحديث وعالم اخر او في التاريخ او في كذا او في اي علم من العلوم المحترمه، وكل علوم محترمه، حينما اجي اكتب فيها ساكتب فيها بتشويه. ليش؟ لما عندي خلفيه سابقه. لكن حينما اكتب في موضوع هو تخصصي فلا بد ان يكون، حتى يمكن مو تخصصي العام، لا يكون تخصص دقيق، اكتب في تخصصي الدقيق لان لدي كم من المعلومات، يكون لدي خلفيه ثقافيه عن الموضوع اللي ساتحدث فيه. سادسا توفر الوقت الكافي للباحث لانجاز بحثه. يعني ما تأتي تكتب له موضوع يشيب فيه الغراب ما انتهى الكلام عنه، لا تكتب لي عن موضوع انت تعرف ان هذا الموضوع يكفيه مثلا سنة ونص بالكثير، وتحط نص سنة جمع معلومات وترتيب وفهرسة وقراءة وكذا وكذا وإعادة هيكلة للبحث عشان تقدمه. ما يجي تكتب لي في موضوع يبغى لك طاقم من العلماء ولا مؤسسة كاملة تكتب فيه ويبغى لهم عشرات السنين حتى ينجزوه، ولن ينجزوه. هذا 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 من الخلل في البحث. سابعا الإسناد، وهي مسألة علمية دقيقة و يعني هي أمانة، حينما تنقل يجب عليك أن تنقل وأن تحيل للشيء الذي نقلت منه، وكما نقلت أو كما قرأت في الكتاب الفلاني تنقله. وهناك مسألة يعني يختلف فيها بعض العلماء مع البعض الآخر، وهو أنا نقلت كلاما من كلام مثلا، لو افترضنا مثلا من كلام ابن أبي العز، فنقلته بحرفه، فأقول أحط بين قوسين
كذا 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 وقفل القوس وحط واحد مثلا او الاشاره التي وصلت اليها واحد او خمسه او عشره اللي وصل اليها هو طبعا اوتوماتيك بالكمبيوتر تحت شرح العقيده الطحاويه لابن ابي العز جزء صفحه خلاص لان نقلته بالنص اذا قراته وفهمته وصغت صغته باسلوبي انا يعني ما نقلته بالنص لكن نقلته باسلوبي انا لكنه قريب منه انقل ما احط لا اقواس ولا احط شيء واكتب الكلام في النهايه اكتب واحد او خمسه او عشره تحت انظر بعدين نقطتين فوق بعض شرح العقيده الطحاويه لابن ابي العز جزء صفحه انظر فاذا قلت انظر معناته ان الكلام اللي نقلته انا اسلوبي انا لكنه كلام الامام فلان او الشيخ فلان واذا قلت شرح العقيده الطحاويه مجموع فتاوى شيخ الاسلام تفسير ابن كثير بدايه والنهايه كذا فهذا يدل على اني نقلته بالنص بالحرف واضعه بين قوسين هذا الكلام سياتي معنا فيما بعد ان شاء الله وهو في ماذا اكتب في مقدمه البحث كيف اكتب المقدمه وماذا اكتب في المقدمه يعني حتى نستبق الاحداث يجب على كل باحث ان يحدد ماذا سيقول سيكتب في بحثه يعني ما يأتيني واحد يكتب في البحث وأنا ما أدري ماذا سيكتب في البحث أعطيني تصرفك كاملا في المقدمة هل إذا نقلت بالنص ماذا تقول وإذا نقلت بالمعنى ماذا تقول وستترجم لمن ولماذا تترجم لك بعضهم ودون بعض والتخريجك ماذا سيكون وماذا ستفعل في الكلمات الغامضة يعني كل ما تريد أن تفعله خليني أعرف منهجك في هذه المقدمة فتكتب لي في المقدمة ما تريده أن تكتبه في البحث كله تبينه وتلخصه في المقدمة فعلى الباحث أن ينقل الأقوال من الكتب المتخصصة في هذا المجال وأن يكون أمينا في النقل لا يبتر الكلام كما مر معنا ولا يجتزئ حتى يوافق ما يذهب إليه ولا ينقل دون إحالة ما يكتب 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 وكأنه هذا كلامه وهو كلام لغيره ولا يحيل على مرجع إلا إذا كان مرجعا دقيقا جزء صفحة كتاب كذا لفلان الفلاني فإذا أحال على كتاب في البداية يكتب الكلام كل ما يتعلق بالكتاب في أول إحالة حتى لو كان الكتاب طوله سطر كامل اسم الكتاب كذا وكذا 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 لفلان فلان الفلاني ويكتب الجزء والصفحة ويحط المعلومات الكاملة عن الكتاب دار كذا في كذا يعني يكتب كل ما يتعلق بالكتاب في البداية إذا أحال عليه مرة ثانية مثلا يكتب الزاد لابن القيم فالأول يكتب زاد المعاد في هدي خير العباد في هدي كذا كذا للإمام شمس الدين ابن القيم الجوزية جزء صفحة طباعة كذا دار كذا عام كذا الطبعة الفلانية جاء أحال عليه مرة ثانية الزاد لابن القيم خلاص ما يكفي ما يحتاج يكتب لي نفس المعلومات كاملة الزاد لابن القيم وخلاص يكفي لأنه قد كتب كل ما يتعلق به لما يجي في المراجع يكتب لي كل ما يتعلق بالمرجع في المراجع كما سيأتي معنا فيما بعد الكتابة بأسلوب مشوق وممتع إذا أراد الباحث أن يكتب بحث فعليه أن يكتب في بأسلوب راقي ورائع وشيق وأن يقتبس الكلمات وينتقيها كما ينتقي طائب التمر لو أمامكم صحن تمر ما واحد يتكلم ويعينه في السماء ويأخذ أي شيء لا تحصل واحد يقلب الحبة ويأخذ اللي تحته ويأخذ اللي في اليمين كما ينقي أو تنقين التمر وانت تأكلونه أو تنقي أخي الحبيب التمر وانت تأكله عليك أن تنتقي الكلمات وأنت تكتبها في البحث فتنتقي الكلمات مثل ما تنتقي طائب التمر من أجل أن تشد القارئ لاستكمال البحث وعليك أن تتجنب أيها الباحث الفاضل الكلمات والألفاظ والتعابير التي تحتاج إلى معاجم لفهمها بلاش التقعر في الكلمات والحديث في بكلام لا يفهم ويحتاج واحد إلى يرجع إلى إما أن يكون عاميا أو يكون كلاما لم يتكلم به حتى قس بن ساعدة الإيادي لا تكلم بلغة عربية مفهومة وبلغة علمية مفهومة لكن انتقل كلمات ومترادفات عندنا في اللغة العربية كثيرة جدا
فانتقي الكلمات الراقية والرائعة والعلمية والسهلة والميسورة التي لا تحتاج إلى اشمئزاز وانت تقرأها، ولا تحتاج إلى معاجم وترجع إليها وتفهم معناها، بل عليك أن تنتقي وأن تكون أسلوبك أسلوب راقي وأسلوب أدبي وأسلوب جيد، كل في بابه. من أجل ماذا؟ بعض الكتب تفتح الكتاب تقرأ فيه الأسطر الصفحة الأولى، أحد يرمي اللي حوله كذا ويحط المخدة ويتربع ويبدأ يقرأ، خلاص تحس أنه كان هذا الكتاب كتبه واحد ساحر. ليش؟ أسلوب راقي. وبعضهم والله من الأسطر الأولى يطبقوا ويحطوا في الرف ولا عادي. ما أدري الأخت زهبة معايا؟ يا دكتورة زهبة، السلام عليكم. انتم معايا؟ لان ما حد سمعت لكم صوت. طيب انتم قبل الساعه 6 متى ما تريدون ان انهي الموضوع انهيته؟ اعطوني بس اشاره واتوقف، ما عندي مشكله. الله يحفظ. السلام عليكم. طيب معلش انا اسف اني توقفت، لان حقيقه ما وجدت احد يعني متفاعل معي، وانا ما اقرا توي بديت اقرا يعني رسائلكم على الشات، فنستكمل معكم الان. اذا قلنا ان على الباحث ان يكتب اسلوب مشوق واسلوب راقي واسلوب علمي وادبي ينتقي فيه الكلمات انتقاء بحيث انه يشد القارئ الى قراءه بحثه. تاسعا الترابط بين اجزاء البحث، يعني على الباحث أن يربط بين الأبواب والفصول والمباحث حتى لا يشعر القارئ بنشوز أو تنافر بين الأسلوب والمواضيع في ذات البحث. يعني إذا أراد أن يكتب، إحنا عندنا مثلاً باب، تحت الباب فصل أو فصول، تحت الفصول مباحث، تحت المباحث مطالب، وهذه الباحث والمطالب هي تفريعات للبحث نفسه، فيكتب بابا فصلا مبحثا مطلبا وهكذا، تفريعات اقل فاقل. من اجل ماذا؟ ان تكون هي كلها في سياق واحد وفي اداره واحده، بحيث ان الباب هذا يشمل الفصل والفصل فرع من الباب والمبحث ومبحث كذا والمطلب كذا، فكلها تفريعات لهذا، فيكتبها ويحرص ان تكون متجانسه. انظر الى وهذا اسلوب القران الكريم، تجد أن التجانس بين الآيات، بس هذا يعني إعجاز رباني ما يطالب الباحث به، لكن أقصد أنه موجود. ولذلك صار العلماء في بحث أبحاثهم اقتدوا بالقرآن الكريم وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم في السياقات، ما تجد أن هناك نوع من النشاز أو أنه يتحدث في موضوع، حتى لو حدث في موضوع ونقل موضوع ثاني تجد أن هناك نوع من الربط أو الانسيابية في الانتقال من موضوع إلى موضوع. فعلى الباحث أن هذا فن، لا يمكن أن
أن يتعلمه الإنسان بمثل الرياضيات والحساب، واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا، هذا فن وموهبة. على الباحث أن إذا أنهى بحثه أن يعرض على متخصص ويقول له اقرأ لهذا البحث، فهو يكتب له مثلا أن الانتقال من هذا لهذا في نشاز، يربط له بين الرابط برابط أو كذا، فلا بد أن يكون هناك ترابط بين أجزاء البحث. عاشرا، الحرص على الإضافة والإسهام في تأكيد المعلومة سلبا أو إيجابا. يعني حينما يكتب الإنسان بحثا عليه أن يكتب شيء جديد، يعني ما أجي أنا أكتب بحث في موضوع من المواضيع وكون كل اللي سويته كررت كلام اللي قبلي أو جمعت كلام أكثر من عالم وضعتهم في كتاب. لا، لابد أن يكون هناك شيء من المعلومة التي أنا أكدتها سلبا أو أكدتها إيجابا، فيبحث عن الجديد في بحثه والابتكار حتى يقدم الجديد والمفيد للآخرين، فلا يتقدم يكتب شيئا قد قتل مثلا بحثا، وكما يقال هذا الكلام قد قتل بحثا أو انتهى كتب الناس فيه كثيرا، فما الذي ستقدمه أنت؟ ولا شيء. 11 وأخيرا، توفر المعلومات والمصادر في موضوع البحث. على البحث قبل اختيار أي موضوع أن يتأكد من وجود مراجع كافية، كما مر معنا يستطيع من خلال أن يرسم خارطة طريق لبحثه يصل من خلاله إلى الجودة والإبداع قدر المستطاع. فكما ذكرت لكم قبل قليل، لما أنا أردت أن أكتب في المرمون ما كنت أستطيع أن أكتب شيء عنها، لكن لما وجدت هذا الكتاب هو المرجع الأساسي له للمرمون، فقمت كتبت عنه. وطبعا في كتب ثانية مساعدة ومرادفة وردود أنا رددت عليها وقمت بالفحص والرد والتأييد والتكذيب وكذا من النصوص عندنا، عرضت على كتاب الله تعالى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء، فعندي أنا مخزون كامل في كلام السنة والجماعة، لكن الأصل هو كتاب مرمون، فكنت أخذ منه وأفصل الكلام فيه وأقول هم يقولون كذا وكذا وكذا، ليس تجنيا بل هذا كتابهم المعتمد والرئيس والأساس وما أخذه من عندهم من أيديهم من مدينتهم. لكن إذا لم يكن لك، أنا كنت حريص ولا زلت والله أني حريص أني أكتب عن الميمش، لكن ما عندي أي مرجع. قبل أنا في الماجستير كنت أريد أن أكتب كتابا عن طروحة الدكتوراه عن بعنوان طبائع اليهود من خلال التوراة المحرفة والتلمود، هو عنوان رائع جدا وراقي وعنوان يستحق والله البحث. فبدأت أقرأ في التوراة، عندي التوراة والأناجيل كلها موجودة، لكن لما قرأتها فارسها كما يقال، طبعا هذا مقولة معروفة يعني لا تظن أنك، وقف حمار الشيخ في العقبة، باقي عندي التلمود ما متوفر لدي، لكن كانت الكلام العنوان طبائع اليهود من خلال التوراة المحرفة والتلمود. فلما عجزت عن التلمود رجعت غيرت مسار البحث. ليش؟ لما لا يوجد عندي هذه المراجع التي أستطيع من خلالها أن أصل إلى الحقيقة العلمية وأستطيع من خلالها أن أجزم أن هذه هي حقيقة علمية، لأن التلمود لا يوجد لديه، التوراة موجودة لكن التلمود وطبائع اليهود من التلمود هي أكثر وأهم وأخطر مما موجود في التوراة. هناك صفات مهمة جدا في الباحث الناجح، يجب على الباحث أن تتوفر هذه فيه حتى يكون باحثا جيدا. من هذه الصفات نذكر لكم خمسا منها، وأنا مستعد أن أواصل معكم، لكن بعد ذكر الخمس هذه إن رأيتم أن توقف توقفنا وإن رأيتم أن نستمر استمرنا. أولا، أن تكون لديه الرغبة الشخصية في البحث كي يبحث في هذا الموضوع. الباحث ما كان عنده رغبة شخصية، يعني رغبة من داخله يبحث في هذا الموضوع، وإلا فإنه سيفشل. فإن توفر الرغبة في موضوع البحث غير الرغبة في البحث عموما. أنا لدي رغبة أني أبحث أكون باحث، لكن البحث في الموضوع الفلاني ما أحس أني لرغبة يعني. وهذه نجدها في، يعني أتمنى أن تبلغوا طالباتكم بكذا، أن الوحدة ما تسابق عشان تحجز لها بحث، تحجز له موضوع، لأن عندنا نعاني من هذا. يجيك الطالب يحاول قدر استطاع يحجز أي موضوع، إن شاء الله نقول له عفاريت سليمان في كتاب في الزبور،
على طول يسجلها مثلا يعني ويفرح بها. طيب سجلت اصبح باسمك البحث، ماذا ستكتب؟ ها يبدا الان يبدا عاد على قول اهل التهامه عندنا يبدا عاد شوف مصداق. طيب ماذا ستكتب؟ ولا شيء. ما الذي المراجع عندك؟ ولا شيء. طيب تبغى تكتب فيه؟ لا. طيب ليش تختاره؟ والله على اساس الوقت وكذا. فلا بد ان يكون الباحث لديه رغبه في البحث عموما، يكون لديه يكون هذا عنده باحث، هو باحث اصلا. واذا كان باحثا يكون لديه رغبه ان يبحث في الموضوع الفلاني. فاذا اراد ان يبحث في الموضوع الفلاني استطاع ان ينجح في بحثه. لكن اذا ما لديه رغبه، ونحن نلاحظها حتى في الطلاب حينما يدخل طالب كليه في التخصص الفلاني فيفشل. طيب ليش دخلت هنا؟ قال والله انا كان رغبتي ادخل في مثلا اداره الاعمال. طيب وش جابك كليه الشريعه؟ قال والله هذه رغبه الوالد ولا الوالده، وهي مواد علمية يدرسها يمكن تكون أسهل من إدارة الأعمال أو العكس. طيب وفشل، فما بالك إذا كان بحثا سيكتبه وناقش عليه إذا لم يكن لديه رغبة في البحث في الموضوع الفلاني، وإلا فإنه سيفشل في بحثه. ثانيا قدرة الباحث على الصبر والتحمل، تبدأ من جمع المصادر، جمع المعلومات، الترتيب، الفهرسة، والبداية في الكتابة والتنسيق. إذا لم يكن الباحث لديه صبر الجمال، وإلا فعليه أن يبحث عن عمل آخر لا يدخل في باب البحث. البحث تطلع عيون الباحثين عشان يصلون إلى معلومة، أحيانا يصل إلى معلومة ما يجدها. الآن توفرت الحمد لله بوجود هذه الأجهزة، لكن لديه يكون لديه صبر في استخلاص المعلومة وجمع المعلومات كلها مع بعض وقراءتها والتمييز بينها ومعرفة من السابق واللاحق وما الذي أخذ من هذا، وهذا هو التحليل، المنهج التحليلي اللي سيأتي معنا فيما بعد بينه. فإذا لم يكن لدى الباحث صبر، وإلا فعليه أن يستريح من بداية الطريق، فإنه إما سيظهر ببحث مشوه أو سيفشل ويقعد في منتصف الطريق ولن يستطيع أن يواصل. ثالثا تواضع الباحث مع الباحثين السابقين، على الباحث أن يكون متواضعا مع الباحثين السابقين وألا يتعالى عليهم ويدعي أنه قد أتى بما لم يأتي به أحد من السابقين. لا يكتفي في مقدمة وها أنا قد كتبت في بحث لم أسبق إليه من قبل ولم يتطرق إليه أحد من قبلي، أو جئت بمعلومات لم يسبقني إليها أحد وقد تطرق في هذا الموضوع مجموعة من الباحثين إلا أنهم قد ندوا عن الطريق وأخطأوا المسار. سلامات يا المعصوم، من أنت؟ عليك حتى لو كانت معلوماتك صحيحة تكلم فيها بأدب مع الباحثين اللي قبلك، فإن الباحثين اللي قبلك يعني سعوا وجاهدوا وحاولوا، لكن ربما يكون أنت لديك وفقت في معلومات توفرت لديك ما توفرت لديهم، وقد تكون نيتهم وإخلاصهم أفضل منك ومن نيتك وإخلاصك. فتعامل معهم بأدب ودون التعالي ودون، حتى لو كان أبحاثهم تجارية لا تستحق وزنها حبرا. فأنت حينما تتكلم يعني يجب عليك أنك تعطي لكل صاحب حق حقه، يعني في الحكم على الآخرين يجب علينا أن يعني أن نتقي الله ونحكم على الآخرين بنوع. أنا أذكرني كتبت بحث في للترقية وأرسلته لجهة ما عندنا هنا في المملكة وجاءتني الردود. أنا أقول حقيقة هذا تجربة جاءتني أنا، جاءني ردين. الرد الأول والله مسح بي الأرض أنا وبحثي، لكن والله صفحتين والله ما استفدت منها كلمة واحدة، كله كلام فارغ، وإن هذا الباحث وهذا البحث والذي لا يستحق ولا ينفع ولا كذا يشبع ولا يغني مشروع. يا سيدي بحث سيء ويستحق أن يحرق، بس إيش الخطأ اللي فيه؟ ولا شيء. والبحث والرد الثاني والله نظن ثلاث أو أربع صفحات، لما قرأته أول شيء قعدت أطالع في المرآة هو أنا ولا شيخ الإسلام بن تيمية، أشاد في إشادة والله العظيم الإشادة فوق ما تتصوروا، وأعطاني ثلاث صفحات كلها ملاحظات أخذت بها والله واحدة واحدة. من ضمن ملاحظاته اللي ما أنساها مبحثين كاملة قال هذه لا تصلح أن تكون في هذا البحث، والله حطيت لها تضليل وديليت طيرتها.
لكن اللي واعطاني ملاحظات واحد واثنين وثلاثه والله صفحتين او ثلاث صفحات ملاحظات، لكن اشاد باشاده. قد يكون هذا من باب ادبه هو واحترامه هو لنفسه، ما هو لي، هو ما يعرفني، لكن ادبه هو واحترامه هو وعلمه هو. لان الانسان اذا ارتقى في العلم اصبح متواضعا، متواضعا بكل ما تعني الكلمه، في اخلاقه، في تصرفاته، في علمه، في اشادته بالاخرين، في حكمه على الاخرين. لكن الانسان اذا كان اجوف ابدا تحصل يعني يفرغ غضبه على الاخرين لانه يعتبر هو علامه زمانه. فعلى الباحث ان يتواضع في مع الباحثين الاخرين. رابعا التركيز وقوه الملاحظه حينما يقوم بجمع المعلومات ويحللها ويفسرها، فعليه أن يكون شديد الملاحظة ومركز. عليه أن يتجنب الاجتهادات والتفسيرات الخاصة والتي تقوم على الظن أو حتى غلبة الظن. يعني لا يحمل الإنسان الآخر محملا سيئا، بل على الباحث ألا يفسر كلام أي أحد إلا إذا وجد هو قال بأن مراده كذا، مراده من كذا هو كذا وكذا. يعني حينما يقول الباحث مثلا، لو افترضنا مثلا ان احد الباحثين كتب قال ونحن نرى او نعتقد في اسماء الله وصفاته مثلا ما يقول التاويل، لكن يقول او ابن مشترجم ما يتعلق بالتفويض، ويقول نفوض الاسماء والصفات أو نفوض في باب الأسماء والصفات ولا ندخل في فيها. فيأتي هذا ويحمل عليه سيف الحجاج ولسان بن حزم ويمسح به الأرض. يا أبوي التفويض ترى في بدعي وفي سني، احمل أخاك محمل حسنا إلا إذا وجدت له كلاما قال والتفويض الذي نعنيه هو كذا وكذا، خلاص إذا فسر بكلام لأنه اللي قاله. أو وجدت تفسيرا له في كتاب آخر أنه يقصد بالتفويض هو كذا وكذا، فتفسره بحسب كلامه، لكنه قال كلمة مجملة وأنت ترد تقول هذا الكلام يحتمل معنيين، معنى بعيدا ومعنى قريبا، أو معنى حقا ومعنى باطلا، وأنا أعتقد وأظن أنه يعني المعنى الحق وهو كذا وكذا وكذا، فإن كان هذا فقد أصابه أحسن، وإن كان قصد المعنى الباطل اللي هو كذا وكذا فهذه خطأ وهذا خطأ وهذا مخالف لمنهج السنة والجماعة وكذا، تفسر كلام الآخر وأن يكون لديك تركيز. أخيرا وليس آخرا، تجرد الباحث تجردا علميا بحيث يكون موضوعيا في الكتابة والأحكام. فبعضهم يعني ينفلت في المديح ويبالغ فيه وكأنه يتحدث عن رسول الله عليهم الصلاة والسلام، وهو يمدح هذا الإمام أو هذا الشيخ أو هذا الكاتب أو صاحب هذا المقولة وكذا، فيساويه يبالغ في الذم فيمسح به الأرض ويساويه بالتراب. وهذا هو التطرف وهذا هو الخطأ بعينه. فإذا أحببنا شخصا فعلينا أن نحبه بقدر، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم. لكن حينما نتحدث عن شيخ الإسلام التيمية الذي هو يعتبر إمام المسلمين يعني في عصره وبعد عصره، طبعا الإمام الأعظم هو النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في ذلك، لكن حينما نتحدث عنه أو عن الإمام فلان أو فلان لا نبالغ بحيث لا نقول أبدا لا يمكن أن يخطي. ليه يا أبو الشيخ سلامات لا يكون تتحدث عن رسول الله؟ لا يخطي، من قال لك أنه ما يخطي؟ بل هو نفسه شيخ الإسلام التيمية لو سمعك تقول الكلام هذا عنه لبدعك، قال أنت مبتدع وضال، كيف مخطي؟ من قال لك اني مخطي؟ هل ادعيت لي انا ادعيت العصمه لنفسي؟ او نتحدث عن احد علماء الضلال فنمسح به الارض وكاننا نتحدث عن الشيطان الرجيم؟ لا يا اخي، كل فيه الحق الذي عند هذا يجب ان ناخذه ونشيد به ونشكره عليه، ولكن لا نغفل ان هناك خطا، والخطا يرد عليه بادب وباحترام. وايضا اصحاب الضلال نرد عليهم، لكن ايضا لسنا مطالبين اننا نكتب صفحات الذم والشيطان والشيطان، لسنا مطالبين بلعنه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سقط بعض الصحابه وهو يسير في الارض قال لعن الله الشيطان، والشيطان ملعون يعني ما في شك هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فانه يتعاظم فيقول هذا بسببي،
ولكن قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يخنس حتى يصبح أحقر من الذباب. هو شيطان، نحن ما احنا مأمورين بلعنه لأنه ملعون أصلا، فما بالك بغيره من الناس. احنا اصلا مأمورين نلعن اليهود ولا النصارى ولا فلان من أئمة الضلال، احنا اصلا مطالبين أن نلعن أحد أو نسب أحد. نحن لسنا قضاة، نحن دعاة ولسنا قضاة، يعني لا يجوز لنا أن نحكم من فلان وفلان. هذه ليست مهمتنا، مهمتي أنا المسألة التي أمامي العلمية أني أقوم بتحليلها وكتابتها والرد عليها من وفق الكتاب والسنة والميزان الحق. أما أني أنزل بقلمي على فلان وألعن وأسب وأشتم ونحو ذلك، أو أمدح وأوصل لسطح القمر، فإن هذا ليس من البحث العلمي في شيء، وهذا مما ينتقد على الباحثين. هناك مسألة أخرى وهي أنواع البحوث، وهي البحوث الأساسية والبحوث النظرية والبحوث التطبيقية. فما أدري هل عندكم وقت نستكمل أم نؤجل الحديث عنها في وقت آخر؟ جزاك الله كل خير يا دكتور. الآن بقي لنا من الوقت تقريبا إلى الساعة 7:30، فإن رأيت يا دكتور نوقف لصلاة المغرب وبعدها نستأنف، أو نتركها إلى غدا، الأمر لك يا دكتور. طيب إذا نستكمل معكم حتى يؤذن. على إذا أذن، هو أذن الآن لسه لم يؤذن، هي لم يؤذن بعد، باقي دقيقة فننتظر حتى يؤذن. فإذا طيب نستكمل معكم بعض الكلام هنا حتى يؤذن ويأتي وقت الإقامة، فإذا كان في وقت إن شاء الله أكملنا معكم لا بأس. طيب الله. نأتي إلى وياك الله يرضى عليكم جميعا. أنواع البحوث، قلنا أن البحوث تنقسم إلى عدة أقسام، لعل من أهمها البحوث الأساسية، وهذه البحوث الأساسية هي التي تكتب من أجل الحصول على المعرفة الذاتية. يعني أنا حينما أكتب بحث أكتب من أجل أن أحصل على المعرفة، وهذه هي البحوث الأساسية أو تسمى بالبحوث النظرية. وهذه البحوث غالبا هي مرتبطة بالمشاكل الفكرية، نتائجها على مشاكل مشابهة للموضوع اللي كتبت فيه. فنحن نتحدث عن مشكلة أساسية كما سيأتي معنا نعالجها، مسألة ما هو دوافعه وسبل علاجه تصدي له وكذا وكذا، هذه مشكلة أساسية. فهذا البحث الأساسي الغرض منه الحصول على المعرفة ذاتها والبحث عن هذه المشكلة، وقد نطبقها على مشاكل مشابهة. ثانيا الأبحاث التطبيقية، وهي بحوث رياضية صرف، يعني الهدف منها محدد بشكل أدق من البحوث الأساسية، حل مشكلة من المشاكل العلمية أو الاكتشاف معارف جديدة يمكن تسخيرها والاستفادة منها في مواقع المؤسسات أو الأفراد. بعد تخضع لبرامج الأكسل والبرامج العددية ونحو ذلك، غرض منها اكتشاف معارف جديدة يمكن تسخيرها والاستفادة منها للوصول إلى أو شخصية أو الترقية بدورات تدريبية للأشخاص. وهناك بحوث وثائقية، وهي البحوث التي تعتمد على جمع المعلومات من خلال المصادر والمراجع الغير مطبوعة، و أحيانا تكون في جمع المراجع وفي جمع المعلومات على المصادر والمراجع في الغالب الغير مطبوعة. وأهم هذه المناهج المتبعة في هذا الموضوع اللي هي البحوث الوثائقية، البحوث التي تعتمد على المنهج الإحصائي، وثانيا البحوث التي تتبع أو تعتمد على في يعتمد فيها الباحث على المنهج التاريخي، وثالثا البحوث اللي يعتمد فيها الباحث على التحليل والمضمون والمحتوى. فإذا عندنا ثلاثة مناهج، المنهج الإحصائي، وهذا في الغالب أنه لا يصلح لكم لأنه
يخص الرياضيات والكيمياء والفيزياء ونحو ذلك، والمنهج التاريخي والمنهج التحليلي، وهذه البحوث الوثائقية. هناك بحوث أخرى ثانية وهي البحوث الميدانية. البحوث الميدانية ما أدري كان في رسالة تقول أن الصوت يقطع، هل الصوت يقطع الآن؟ يا دكتورة زهبة الصوت يقطع ولا ماشي صح؟ لا الصوت واضح يا دكتور. إيه لأن في واحدة أرسلت لي الآن تقول أن الصوت يقطع، ممكن لا لا الصوت جيد. كل الشبكة إيه لا الشبكة عندهم دكتور؟ لا لا عنده لكن في إجماع أن الصوت جيد يعني، وفي مبالغة في مبالغة في الثناء أن الصوت ممتاز. إيش كنا نقول في البحث؟ لا يعني يجب أن لا نشيد بزيادة عن اللزوم ولا نقدح بزيادة عن اللزوم. الصوت يعني مقبول وليس ممتازا فيما أرى يعني من البحوث الثانية. البحوث الميدانية احنا قلنا البحوث الوثائقية، وهي إما أنت تتبع المنهج الإحصائي أو المنهج التاريخي أو المنهج التحليلي. ثانيا البحوث الميدانية، وهي البحوث التي تنفذ عن طريق جمع المعلومات من واقع مؤسسات أو وحدات إدارية أو تجمعات بشرية معينة، ويكون جمع المعلومات فيها يعتمد على أمرين. الأمر الأول استبيانة، يعني استبيانات هذه اللي يوزعونها، أو المقابلات المباشرة. يعني أنا عندي بحث مثلا في موضوع ما، فأعمل استبيانة وأرسلها لمجموعة من شريحة من الناس وأخذ آراءهم، أو تكون مقابلة شخصية أختار مجموعة من الناس وألتقي بهم مقابلة كما يقولون فيس تو فيس، يعني وجها لوجه أو عبر الهاتف أو كذا، وأسأل بعض الأسئلة ويجيبني عليها. لكن يعيب هذه البحوث كما سيأتي معنا فيما بعد، يعيبها أنها ليست دقيقة. يعني حينما أنا لا يصح أن أحكم على مجتمع بأكمله من أجل إن شاء الله 10,000، مع أن الاستبانات دي ما توصل هذا العدد كلها، يمكن لو وصلت مئات أو إذا وصلت 1,000 يعتبر هذا خرافة. فما يصح أني أحكم على مجتمع بأسره لأجل مئات الأشخاص أو غيرهم. لكن من البحوث التي معتمدة ومعترف بها وقد تكون نتائجها قريبة من، يعني فيها شيء من المصداقية. ثالثا البحوث التجريبية، وش البحوث الوثائقية اللي تعتمد على الإحصاء أو التاريخ أو التحليل. ثانيا تقريبا انقطع الاتصال مع الدكتور، فنستأنف ان شاء الله بعد الصلاة بإذن الله تعالى.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما عندك جاهزين ولا ننتظر شوية؟ إذا أمكن يا دكتور 3 دقائق. طيب على خير إن شاء الله. السلام عليكم. نبدأ الآن. تفضل دكتور. طيب يعني سمعكم العذر، نستمر معكم الساعة 7 ويوم غد إن شاء الله نبدأ من 4، حتى لو تريدون نقعد معكم الساعة 9 ولا 10 في الليل ما عندي أي مانع. لا ما ترون؟ جزاك الله خير. طيب خلاص أنا بحاول أنهي لكم الموضوع يوم غد، سواء كان في ساعتين أو في 3 حسب حتى تملوا أنتم. 3 يا دكتور عشان القاعة 3 ساعات بإذن الله، من 4:30 إلى 7:30 بإذن الله. خلاص بكرة برضو 3 ساعات، وإن شاء الله أحاول أختصر لكم الكلام حتى ننهي الموضوع في 3 ساعات بإذن الله تعالى. جزاك الله خير. وإياكم إن شاء الله. الآن قلنا أن أنواع البحوث قلنا الوثائقية، وهي التي تعتمد على الإحصاء أو على المنهج التاريخي أو على المنهج التحليل، والثانية البحوث الميدانية وهي التي تنفذ عن طريق جمع المعلومات إما بالاستبيانات أو بالمقابلات المباشرة. ثالثا البحوث التجريبية، وهي قلنا هي البحوث التي تجرى في مختبرات علمية تعتمد على التجربة وعلى الأبحاث والتحاليل ونحو ذلك. رابعا البحوث الأكاديمية، وهي البحوث التي تجرى في الجامعات والمعاهد والمؤسسات الأكاديمية المختلفة، وهذه البحوث تصنف على عدة مستويات. المستوى الأول البحوث الجامعية الأولية، وهذه كما قلنا هي أقرب ما تكون إلى تقارير منها إلى بحوث، وهي كما مر معنا البحوث التي تسمى بحوث الصفية. ثانيا بحوث الدراسات العليا، وهي بحوث رسائل الماجستير والدكتوراه. وثالثا بحوث الترقية، وهذه البحوث التي يطالب بها الأساتذة الذين حصلوا على درجة الدكتوراه في أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك، فهي بحوث الترقية، وهي البحوث التي تقدمها من حصل على شهادة دكتوراه، فمن خلال هذا البحث يترقى إلى من أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك كما مر معنا، ويقدم 4 أبحاث، أو يقدم من أستاذ مشارك إلى أستاذ ويقدم 6 أبحاث. خامسا البحوث الغير أكاديمية، وهذه البحوث متخصصة
تنفذ لكنها في مؤسسات غير علمية، تنفذ في مؤسسات مختلفة، وهذه الغرض منها ليس الحصول على ترقية أو على درجة علمية، لكن الغرض منها تطوير الأعمال ومعالجة بعض المشاكل في المؤسسات، وهي أقرب إلى البحوث التطبيقية. فبعض المؤسسات من أجل الارتقاء بالمؤسسة أو حل بعض مشاكلها أو نحو ذلك تتقدم بأبحاث. العصف الذهني ثلاث سنين بعملية، لكنه كان بطريقة سيئة جدا، يعني ضعيفة، مادة لاصقة فيه. فلما عرض على الشركة المشترية رفضت بشرائه، احنا هذا لا يصلح لشيء. طيب ماذا نفعل به؟ الشركة الثانية والله أراد تشربوه، احنا طلبنا منكم نوعية معينة، انتم قدمتم الكواليتي حق الجودة سيئة. طبعا الشركة تورطت، فصار فيه عصف ذهني وتقدموا بمقترحات. من ضمن المقترحات صار هناك أبحاث، أبحاث غير أكاديمية. واحد من أصحاب الأبحاث اللي سوى استبيان للمجتمع وكذا، وسوى دخل في المجتمع، فاقترح عليه من ضمن الاقتراحات أن تصنع أوراق، هذه الورق الأصفر المربع الصغير اللي تجدين في طرفه مادة لاصقة خفيفة، تكتبين عليها ملاحظة أو تذكير أو كذا أو رقم أو كذا، وتقوم بعملية إلصاق في جهاز الكمبيوتر أو في دفتر أو ورقة أمامك، فإذا خلصتي منها يتم نزعه ورميه فما يؤثر. فقال أرى أنكم تصنعوا لكم ورق للذكرى أو للتذكير، ويوضع هذا الغراء في طرف هذه الورقة ويصير يستخدم. فصنع نجح نجاح باهر واكتسحوا السوق وأصبحوا هم رواد هذا الموضوع. فهذا يأتي من خلال إيش؟ من خلال البحوث الغير أكاديمية التي يسعى أصحابها لتطوير عمل مؤسسي أو حل مشكلة تقع فيها تلك المؤسسة. ننتهي الآن إلى مسألة موضوع ما يتعلق بمنهج البحث العلمي. البحث العلمي له عدة مناهج أو عدد من المناهج من أجل أن يصل الباحث إلى النتيجة المرجوة. على الباحث أن يسلك هذه المناهج أو يسلك بعضها، لكن يجب علينا أن نشير إلى ذلك في المقدمة، ونكتب فيها في المقدمة، وأنا في بحثي هذا سأقوم باستخدام المنهج الفلاني. يعني حينما يبدأ الباحث يكتب يكون في مقدمته، يعني كما ذكرنا قبل وسنفصل فيما بعد إن شاء الله، أنه يقول أنا سأستخدم المنهج الفلاني، مثلا المنهج التحليلي، المنهج الإحصائي، المنهج التاريخي، يعني يذكر، يعني ما يقول أنه سأستخدم سأكتب البحث الأشياء الفلاني ثم يبدأ يكتب. طيب أنت بناء على ماذا بدأت تكتب وتطلع بأبحاثك هذه؟ ما هو المنهج الذي أنت استخدمته حتى أستطيع أني أقيمك من خلاله؟ فيعني لابد أن تذكر في مقدمتك الخطوات التي ستسير عليها، كل ما تريد أن تفعله في البحث تكتبه في المقدمة. وسيأتي معنا في الحديث في المقدمة أن المقدمة لا تكتب إلا في نهاية البحث بعد ما ينتهي الباحث من بحثه. Thank you.
هذا ويقول ان اكتب بحثي وسأش... بتواصل ان شاء الله مع الدكتور ونبتدأ محاضرة غدا بإذن الله بالجزء الذي انقطع فيه الصوت او اللي فاتنا ما ما تتبعنا مع الدكتور. لعلنا نختم الآن. دكتور عبد العزيز تسمعني؟ دكتورة زهبة الصوت قطع عندي ثم رجع. يا دكتورة سلامة الله. طيب إذا نتوقف عند المنهج التاريخي نعيد لكم من أول أو نعيد من عند المناهج يعني من عند منهج البحث العلمي. طيب الصوت ينسمع في الموقع ولا خلاص؟ إذن أبلغ هذا وتدري إنه انقطع عندي وبإذن تعالى نلتقي غدا إن شاء الله. نستبيحكم عذرا في انهاء المحاضرة الآن. جزاك الله عنا كل خير دكتور وبارك الله فيك وفي علمك ونفع بك. غدا بإذن الله لنا لقاء آخر لاستكمال المحاضرة وللمرور على المجلات وكيفية اختيارها، المجلات التي تنشر باللغة العربية بإذن الله تعالى. الساعة 4:30 على نفس الرابط، وأعتقد أرسل للجميع تذكير على الإيميل. شكرا لكم جميعا، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.